مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة. هنتابع معاكم كل القضايا، كل الأزمات بحثا عن حلول لها. هنناقش معاكم أيضا قضايا مختلفة من خلال وجهات النظر المتباينة علشان نصل إلى الحقائق ونستطيع أن نقدم المعلومات المتعلقة بكل القضايا لكم. تعالوا نبدأ بمشروع من أهم المنشآت المائية، قناطر أسيوط، اللي بالتأكيد تابعناه جميعا، أولا لارتباطنا الشديد بالنيل، ثانيا لأن قضية المياه من القضايا التي تطغى على كل اهتماماتنا في السنوات الأخيرة، كمان بالإضافة إلى اهتمامنا بالمشروعات الكبيرة أو المشروعات الكبرى اللي من خلالها يمكن أن نحقق كل آمالنا في تحقيق التنمية، في أن احنا كمان نزود الطاقة الإنتاجية، وأنه كمان كل المشاكل المتعلقة بالري نحلها. لاهتمامنا بكل هذه القضايا الناس بالتأكيد اتجهت الأنظار اليوم إلى هذا المشروع الحيوي الضخم. طيب تعالوا نبسطه للناس، نحاول نقول للناس بوضوح شديد وببساطة يعني عنوان مشروع قناطر أسيوط عبارة عن إيه؟ وإيه أهم الأهداف الحيوية التي يمكن أن يحققها؟ هسأل الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الري والموارد المائية. دكتور رجب أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور. دكتور لو حبيت أبسط شوية المسألة للناس، أهمية هذا المشروع الحيوي والضخم قناطر أسيوط، إيه أهميته وإيه المكاسب التي يمكن أن تعود على مصر من خلاله؟ تفضل. هو طبعا القناطر هو منشأ يقام على النهر أو الدرع بهدف رفع مناسيب المياه ودخولها إلى الأراضي الزراعية. ده يمكن الهدف الرئيسي من القناطر والمنشآت المائية، ان انا ارفع منسوب المياه بحيث تصل للاراضي الزراعية. للاراضي الزراعية بالضبط كده. او معنى اخر التحكم الامثل في وصول المياه بالكميات المناسبة وفي التوقيت المناسب لجميع المستخدمين سواء في الزراعة او الشرب او الصناعة. دي تعريفات بس بحب اقولها لأهمية منشأ القناطر. لو اتكلمنا عن طبعا عن قناطر أسيوط، وكان الوزارة طبعا أنشأت العديد من المنشآت المائية على نهر النيل للتحكم الأمثل في المياه وضمان استمرارية وصولها لكل المنتفعين، بدءا من السد العالي ثم إنشاء قناطر إسنا وقناطر ناجع حمادي واليوم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة. مجموعة من القناطر على نهر النيل زي ما قلنا بتضمن الوفاء بالاحتياجات المائية. لكن المشروع ده هو الأضخم والأكثر تكلفة، يعني هو الأضخم من المشاريع السابقة. هو طبعا لا يقل أهمية على المشاريع السابقة، هو أي منشأ على نهر النيل من المنشآت الاستراتيجية. طبعا كونه بينشأ في هذا التوقيت طبعا التكلفة بقت أعلى، 6.5 مليار، وهقول ليه تكلفة وصلت لهذا الرقم. وطبعا سؤال ان المعتاد اذا ما قلنا ان القناطر هي منشأ ري، لكن ما تم في قناطر أسيوط منشأ متكامل يحقق عدة اهداف، مش فقط الوفاء بالاحتياجات المائية لاغراض الزراعة، وده طبعا رقم واحد، وهو تحسين حالة الري في 1,650,000 فدان في 5 محافظات في الصعيد، هي أسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، الجيزة. ده هدف واحد فقط، لكن هناك أهداف أخرى لا تقل أهمية عن هذا الهدف. واحد، اثنين، الهدف الثاني هو تم تركيب محطات طاقة كهرومائية تنتج 32 ميجا وات من الكهرباء نتيجة مرور المياه خلال تربينات، وهذه الكمية من الكهرباء بتضاف إلى الشبكة القومية للكهرباء في مصر. إذن ده مكسب آخر من القناطر. هناك هدف ثالث آخر، وده هدف مهم جدا وحيوي أيضا، وهو
إنشاء عدد 2 هويس ملحق بالقناطر. الهويس الهدف منه هو تحسين الحركة الملاحية خلال نهر النيل، سواء كانت للسياحة، المراكب السياحية تستطيع الآن المرور بمنتهى السهولة، وتم خفض برنامج الرحلة داخل الهويس نتيجة هذا المنشأ الجديد، فيقدر نهر النيل يحقق الغرض الآخر منه، وهو نقله واستخدامه في الملاحة النهرية، سواء نقل البضائع أو السياحة. هدف رابع أيضا هو تم إنشاء كوبري علوي ملحق بالقناطر. هذا الكوبري يربط غرب النيل بشرقه في مدينة أسيوط، في منطقة في منتصف مدينة أسيوط، وده هيحقق ربط غرب بشرق أسيوط على نهر النيل، وبالتالي ربطها بمحافظات الصعيد والمحافظات الأخرى، وتسهيل حركة التجارة بين هذه المحافظات. يمكن إذن النهاردة بننظر إلى مشروع أسيوط على أنه مشروع متكامل له أغراض وأهداف متعددة. طيب أنا بشكر حضرتك يا دكتور على العرض المبسط ده. طبعا يا جماعة يعني ألف شكر، بشكر حضرتك. مفيش شك أنه المشروع بهذه الحيوية هو بيحقق أهداف كثيرة زي ما أوضح الدكتور، سواء متعلقة بالري، بالكهرباء، بالربط في الصعيد. كل هذه الأهداف الحيوية مهمة جدا في هذا التوقيت. وكمان وإحنا بنتكلم على أن الصعيد تحديدا يحتاج إلى التنمية، والدولة أعلنت أن في خطة لتنمية الصعيد، وجود هذه المشاريع الحيوية بالتأكيد بيخلي الأمال تتدفق بشكل كبير عند المواطنين، خاصة في الصعيد اللي كان عندهم شعور خلال السنوات الماضية كلها أنه حتى المشاريع الكبرى الحيوية يعني ليست موجودة عندهم. يعني هنتابع معاكم طبعا بعض التفاصيل تانية. كمان كان في زي ما في مشاريع حيوية لخدمة الري والزراعة والكهرباء، كمان في الاهتمام بالحضارة والثقافة والتاريخ. متحف سوهاج القومي اللي تم افتتاحه اليوم، ومعايا الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. دكتور مصطفى أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ وائل، ومساء الخير للسادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. دكتور مصطفى، المتحف لو حبينا نوضح للناس أهمية متحف سوهاج وما الذي يحويه، تفضل. متحف سوهاج هو المتحف القومي اللي بدأ وضع حجر الأساس بتاعه من سنة 90، ثم توقف العمل لاختلاف بعض السيناريوهات، لكن الحقيقة النهاية بقى نقدر نقول إن الحلم أصبح حقيقة. أنا بتكلم كرجل صعيدي وبتكلم بلسان الصعيد، يعني إحنا النهاردة كأهالي الصعيد بالكامل بصفة عامة مبسوطين جدا بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا، وعلى وجه الخصوص لمحافظة سوهاج. بنتكلم على المتحف لسوهاج اللي فيه 80% من مقتنياته ناتج حفاير محافظة سوهاج. نتكلم على محافظة سوهاج اللي تضم في جنباتها 60 موقع أثري من أهم المواقع الأثرية. بنتكلم على محافظة سوهاج اللي كانت رحلات اليوم الواحد تطلع من الأقصر لزيارة معبدي دندرة ومعبد أبيدوس الخاص بالملك سيف الأول في منطقة أبيدوس، وكانت حاجة مهمة جدا. حضرتك بيتكلم على متحف سوهاج تقريبا 8700 متر مربع على دورين، الدور العلوي فيه 6 قاعات، يحكي لنا قصة جميلة جدا بتتكلم على قصة الملوك. ايه قصة الملوك؟ زي ما حضرتك عارف يا استاذ وائل، مينا واحد القطرين ده اساسا من ابيدوس من سوهاج، مينا بتاع الاسرة زيرو، الاسرة صفر. مينا اشهر الملوك في عصور ما قبل الاسرات. بنتكلم على مرورا بالدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، كان في هناك برضو الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، الفترة القبطية، الفترة الإسلامية. في ديرين من أهم الأديرة اللي موجودين في محافظة سوهاج، دير الأبيض والدير الأحمر. في بعض الجوامع الإسلامية الشهيرة زي جامع سيد العارف، مناطق أثرية عديدة غنية جدا بأثرها. دولة رئيس الوزراء كان موجه إن إحنا نستأنف أعمال الحفاير في منطقة إخميم،
زي ما حضرتك تابعت الزيارة والافتتاح النهاردة، في راس كتيرة للملك رمسيس اثنين تزين واجهة المتحف، هي أساسا طالعة من مركز إخميم. بنتكلم على إخميم وصناعات النسيج، بنتكلم على كسوة الكعبة، بنتكلم على الحرير، بنتكلم على النول، بنتكلم على الصناعات اللي كانت منذ عصور الدولة القديمة ومرورا بالدولة الوسطى والحديثة. بنتكلم إنهم ما زالوا بيستخدموا نفس الطريقة اللي استخدمها المصري القديم من غسل، من نسيج، من كتان، من قطن، من حرير. بنتكلم على أشهر الصناعات الموجودة، بنتكلم على قاعة أخرى، بنتكلم على قاعة الأسرة والمجتمع. وأنا الحقيقة حتى أضيف حاجة على 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 حضرتك، لما كنت تابعت في من 10 دقايق حكاية قناطر، بنتكلم على نهر النيل وقصتنا هنا، شفنا البحارة إزاي بيعبروا نهر النيل اللي سمي عند المصري القديم إتروعة اللي هي حرفة إلى ترعة. بنتكلم على أهمية هذا النهر في التبادل التجاري اللي حصل، بنتكلم على حاجات كتيرة جدا. ففي سيناريو رائع بنتكلم على الحج، وهو أهم النقاط جميعا. حج عند المصري القديم، ما ننساش أن راس الإله أوزوريس تم الكشف عنها في منطقة أبيدوس، وأصبح منطقة الحج عند المصري القديم منذ الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة والعصور المتأخرة، كلهم كانوا بيحجوا إلى أبيدوس حيث تم الكشف أو العثور على رأس الإله أوزوريس إله الموتى في العالم الآخر. لا ده متحف ضخم جدا بقى يا دكتور، ويعني ممتلئ بالثقافة والتاريخ والحضارة. أنا مندهش إنه من 1990 حضرتك بتقول وتوقف، لماذا يعني؟ زي ما حضرتك عارف إن هناك رحلات نيلية تسمى النايل كروزز اللي كانت بتطلع من أسوان لغاية القاهرة. المراكب السياحية، إحنا كنا فكرنا في التسعينات إنه يتعمل هذا المدخل بتاع المتحف من ناحية النيل. كان فكرة من معالي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، كان بيتكلم على انه برضه هيبقى فكره كويسه جدا لما يتعمل المدخل بتاعها على النيل، ان مدخله يبقى من النيل، يعني بحيث انه يبقى جزء من الرحلات السياحيه يعني. بالظبط يا فندم. وبعد كده تم اضافه جزء ثاني، لا ليه ما يبقاش من النيل بس، ليه ما يبقاش كمان الرحله ما تسمى بالباستور، واللي عاملين في مجال السياحه يعلموا تماما هذا المصطلح. الباستور اتوبيس سياحي يحمل السياحي الزباين او السائحين، يمر بيهم على منطقة دندرة، منطقة أبيدوس، ثم يتوقف من ناحية الشارع الأسفلت قدام مبنى المحافظة، يتوقف. فهنا بقى كان في نوع من أنواع اختلاف في السيناريو العرض، إلى اتجزمت خلاص الحكاية دي، كانت في 2006، وبس للأسف بقى لما قامت الثورة كان كل حاجة توقفت تماما، لكن كانت توجيهات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير الأثار بسرعة الانتهاء بقى من متحف سوهاج. وده كان على برنامج الحكومة انه يتم الانتهاء من هذا المتحف تماما، فبدأ العمل النهائي بقى في 2016، في يونيو 2016، والحمد لله النهاردة كان الافتتاح وكان حاجة مشرفة. 950 قطعة داخل هذا المتحف، 80% من آثار هذا المتحف تم الكشف عنها في محافظة سوهاج. بشكر حضرتك يا دكتور، ألف شكر. مهم جدا يا جماعة، شوف التنوع ما بين مشروعات حيوية متعلقة بالزراعة والري والمياه والكهرباء إلى الثقافة والتاريخ والحضارة، زي ما شفنا هذا المتحف الضخم جدا اللي من سنة 90 وتجمد وتوقف العمل تماما به، يعني مع أن المعلومات اللي قالها الدكتور مصطفى هي بمثابة كنوز معرفة وثقافة في مراحل متنوعة ومختلفة. تعالوا احنا بنكمل كمان نشوف رئيس الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان اتكلم كمان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتأثيراتها المهمة على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية. سيادة الرئيس، إن جهود سيادتكم واضحة للعيان في الحفاظ على موارد الدولة المائية واستغلالها الأمثل لصالح التنمية المستدامة، ومنها البحيرات الطبيعية التي حيانا الله بها. لقد أطلقتم سيادتكم المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة، والتي تعد من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، في ضوء تقليص مساحتها إلى حوالي 250 ألف فدان بعد أن كانت
491 ألف فدان عام 73 نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر. وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم، تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وهيئة الثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم وضع محاور رئيسية للتطوير من خلال تقسيم البحيرة إلى ثلاث قطاعات يعمل بها ما يزيد على 100 حفار بري ومائي لتنفيذ الأعمال الآتية: الانتهاء من إزالة النباتات المائية والتعديات بإجمالي مساحة حوالي 31 مليون متر مربع. يتم حاليا تكريك وتعميق وتطهير البواغيز الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بطول 18 كيلو. إنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو وبطول حوالي 85 كيلو. ومن المنتظر عقب تنفيذ أعمال التطوير أن يتم زيادة المسطح المائي للبحيرة ومساحات الصيد الحر وتحسين خواص المياه وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد عن 100 ألف طن سنويا، مع إنشاء حزام الأمن الذي سيساهم في القضاء على التحديات واليوم سيادة الرئيس، واستكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ على النيل شريان الحياة للمصريين، نفتتح المشروعات الآتية: أولا مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه، والذي تم تنفيذه من خلال خمس شركات محلية وعالمية لتلبية الاحتياجات المائية لعدد خمس محافظات: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، لتحسين الري في إجمالي مساحة 1.6 مليون فدان. وتم تنفيذ هذه القناطر بارتفاع أعلى من القناطر القديمة وبما يحسن من كفاءة وأنظمة الري. أيضا الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية حمولة 70 طن وبعرض 19 متر ومكون من أربع حارات مرورية. ثانيا مشروع تشغيل 25 بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد. ففي إطار اتجاه الدولة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظا على البيئة وتوفيرا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، فقد أعدت وزارة الموارد المائية والري برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت في مرحلتها الأولى عدد 161 بئر بكل من الوادي الجديد، تشكل، وحات البحرية، جنوب سيناء. تم الانتهاء من حوالي 48% منها. ونفتتح اليوم إن شاء الله عدد 25 بئر بمدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد. هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر، كما سيساهم في توفير حوالي 17.5 مليون جنيه سنوياً قيمة تكاليف التشغيل بالوقود. سيادة الرئيس، لقد قامت اللجنة المشتركة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنية العسكرية تشكيل مجموعات عمل طبقا للتخصصات الفنية لكل مشروع. تم التواجد الميداني خلال تنفيذ كافة مراحل المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، كما تم إنهاء إجراءات حوكمة إدارة المشروع بالكامل، وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والموارد والري. ده كانت جولة في بعض نقدم من خلالها بعض المعلومات عن بعض المشاريع الحيوية اللي تم افتتاحها اليوم في الصعيد، كمان تحديدا زي ما بقول لكم التنمية في الصعيد مطلوبة بشكل كبير. كان في إحساس كبير عند أهالي الصعيد طيلة السنوات الماضية، يعني أنه لم يكن الاهتمام بهم بنفس القدر، وبالتالي هنا مهم جدا انه يبقى فيه كل هذه المشاريع الحيويه اللي هتنعكس على المجتمع كله.
قضية الحاجة سعدية لما كنا تناولناها معاكو كانت موجودة معانا في الاستوديو، قالت ان هي نفسها انها تحج الى بيت الله سبحانه وتعالى، رغم ان شوفوا قضيتها يا جماعة بدأت بان امنية بسيطة يعني انها تحقق العمرة، يعني تعمل العمرة اولا يعني، ووقعت في يد احد الشياطين. القصة اللي اهتم بها الرأي العام كله، واللي قلنا انه هل معقول ان في حد في شياطين يمكن ان يستغلوا العمل الخيري بهذا الشكل والمتعلق حتى بالعمرة او الحج في النصب على المواطنين، ووضع لها مواد مخدرة في حقيبة، وتضامن معها المجتمع كله في مصر وفي السعودية ايضا، دوائر شعبية وسياسية، دوائر دبلوماسية وأمنية يعني. وقصة حظيت باهتمام كبير من الرأي العام في مصر وفي السعودية، وعادت الحاجة سعدية وحتى جاءت من المطار إلى استوديو العاشرة في حلقة كانت مميزة وفي غاية الأهمية، ولأنها يعني الكارثة اللي شفناها جميعاً انطلقت كمان من حلم لها انها تعمل عمرة، فكان عندها الحلم الاكبر انها تحج الى بيت الله سبحانه وتعالى. استاذ اشرف شيحة تداخل معانا وهو واحد من اعمدة السياحة في مصر، وقال انه هو هيحقق لها هذه الامنية. دايما حالة الشفافية تتطلب منا ان احنا يعني نقول للناس انه تحقق لها هذا الحلم، ونشكر كمان الاستاذ اشرف شيحة. هي معانا الحاجة سعدية. حاجة سعدية اهلا بيكي. اهلا بيكي حاجة سعدية. اهلا يا اهلا، ازيك يا استاذ وائل؟ الحمد لله، طمنين على صحتك، انت بخير الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، يبارك في صحتك يا رب. الحمد لله. وهتسافري امتى ان شاء الله؟ سافر يوم الثلاث، يوم يعني الثلاث الفجر. الثلاث الفجر، يعني الاربع يعني الصبح هكوني في المطار. الساعة 7:30 هكون في المطار يوم الاربع. ان شاء الله، يعني تحققت امنيتك الكبيرة اهو يا حاجة سعدية، الحمد لله. حاجة سعدية سامعاني؟ ايوه، بتقول ايه يا استاذ وائل؟ امنيتك الكبيرة اتحققت اهو الحمد لله. الحمد بفضل من ربنا ومنك يا استاذ وائل. الله يخليكي، والاستاذ اشرف شيحة كمان هو معانا. والاستاذ اشرف شيحة يعني جميل بتاع ده، عمري ما هنساوله ابدا. ده انت تستحقي كل خير، وهو ده الخير بقى الحقيقي يا حاجة سعدية. اوعى حد يقابلك في الطريق يديك شنطة او حاجة يعني. ده انت علمتي الناس، انت طبعا اي حد مسافر دلوقتي بتقولي له اوعى حد يدي لك شنطه. لا يمكن، لا يمكن يا استاذ وائل والله، لان الحمد لله هقول ايه، بس الحمد لله. الحمد لله. عايز اقول لكم كمان المفارقه المهمه جدا في ده، يعني شوفوا انه يعني كان نفسها في العمره، سافرت و حصلت المصيبة الكبيرة، لأنها كان ممكن تكون بالفعل مصيبة كبيرة لولا يعني أنه الله سبحانه وتعالى يعني قضاءه يعني لإنصاف هذه السيدة ولإعادة الحق لها. يعني مواد مخدرة في حقيبة داخل مطار دولة، هتعمل فيها إيه يعني؟ علشان بقى تثبت انها مظلومة وانها دست عليها هذه الحقيبة، يعني ده كان محتاج مجهود ربما سنين يعني، وكان ممكن القضية تحل المحكمة زي ما قلنا قبل كده، لكن الحمد لله ربنا انصفها وتبينت الحقائق بشكل سريع جدا يعني. فيعني رحلة العمرة اللي للأسف الشديد لا احد يتخيل ان في شياطين تتسلل من خلالها، لكن الحمد لله ربنا عوضها كمان بانها هتحج الحلم الاكبر عند الجميع يعني. ومعايا الاستاذ اشرف شيحه اللي الحقيقه يعني لابد ان انا اشكره على تحقيق هذا الحلم وعلى وفائه بعهده، وهكذا اعتدنا منه دائما يعني. استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير، ومساء الخير على مشاهدي الكرام وعلى الحاجه سعديه ان شاء الله.
والحقيقة حاجة سعدية ده ما هوش جميل، ده واجب علينا وعلى المجتمع، وإحنا جزء من هذا المجتمع إن إحنا نعيد لحضرتك جزء مما تعرضت ليه من أهل السوق، وده واجب مجتمع علينا لازم نعمله ولازم نؤديه. والحقيقة إذا كنا بنشكر الله سبحانه وتعالى إن هو جعلنا من الأسباب، فإحنا بنشكر برنامج حضرتك وبنشكر حضرتك لأنك هو من طرح هذه القضية، ولولا طرحها إعلاميا بهذا الشكل ما كان يمكن أن تكون بهذه الإجراءات السريعة لتتم. الحمد لله في كل الأحوال، والحمد لله كمان يعني ان انت تقدم كمان يعني نموذجا، لان الحقيقه كانت ضحيه شياطين، فكان لابد من تعويضها بتحقيق هذا الحلم، وكمان وان احنا نثبت للمجتمع لان الخير هيستمر ونعوضها عما حدث لها. يعني هي ادت مثل يعني من خلال تجربتها، يدي طبعا الحرص والانتباه والتعامل، وليس بحسن النية دائما نتعامل في مثل هذه الأمور، ولكن لابد أن يكون في حيطة وحذر كبير جدا حتى لا يقع أحد في هذا المحظور مرة ثانية. وفي نفس الوقت بيدي أن ربنا دائما بيديك العبرة أنك أنت تنصح الناس بتجربة مريرة مرت فيها، وأيضا بيديك المكافأة أنك أنت تحققي حلمك من خلال الحج إن شاء الله، وبإذن الله ربنا يقدرنا ونرجعك بالسلامة حجة ومنصورة ومرضية الخاطر إن شاء الله. وأنا بشكرك الأستاذ أشرف شيحة لشفافيته ووفائه بعهده دائما، وهذه أي مبادرة يا جماعة لعمل الخير لابد أن نحييها بهذا الشكل، لأنها كانت سريعة جدا وأنهى كل الإجراءات المتعلقة بها. الحجة سعدية يعني أصبحت حتى يعني ملكا للرأي العام اللي اهتم بقضيتها، القضية اللي يجب أن نستفيد منها جميعا، لأنها كمان كانت بمثابة صراع بين الخير والشر. ست طيبة جدا، كل أحلامها أنها تطلع تعمل عمرة ووقعت في إيد شياطين، لكن شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الحقائق تتكشف بشكل سريع وأن العدالة تنصفها. يعني حجة سعدية ادعي بقى لمصر ان شاء الله بالخير دائما، يعني هتدعي لمصر دائما. انا بدعي لك قبل كل شيء. الله يخليك يا حجة سعدية، والله يخليك لولادك يا رب. الله يخليك، مش منك ابدا. الله يخليك. انا بدعي لمصر ربنا ينصرها ويحفظها. الله يخليك وترجعي لنا بالسلامة ان شاء الله يا حجة سعدية. الف شكر، بشكرك. طبعا يعني القضية دي بالنسبة لنا أنا بعتبرنا يعني ربما من أهم القضايا اللي يعني ناقشناها في الإعلام كله طيلة عملنا في الإعلام طيلة السنوات الماضية، لأن شفنا فيها إزاي أنك أنت ممكن نشتغل في قضية من بدايتها وتتحقق النتائج قدامنا بهذا الشكل، وإن إذا كان البعض أحيانا يعني أو كثيرا يعني يهاجم الإعلام، لكن كمان لابد أن ننصفه، مش إحنا بس يعني إحنا حينما يلعب دورا في قضايا من هذا النوع، لأن الحياة كان يمكن لهذه السيدة أن يكون مصيرها مختلفا تماما، ونقعد سنين في محكمة وربما لا يستطيع أحد أن يثبت إنها بالفعل مظلومة وضحية. مين يتخيل إن في سيدة طاعنة في السن نفسها تعمل العمرة قبل ما تموت، حد يتلاعب بأحلامها وبطيبتها الشديدة وبتلقائيتها وعفويتها وبساطتها، حد يتآمر على سيدة من هذا النوع؟ يعني من الناس لازم تخجل. وعشان كده احنا قلنا هنستمر معاها، مش بس كمان بعد عودتها، كنا مستمرين معاها حتى وهي في السعودية كانت تستغيث بنا، لان هي شعرت ان المدة طالت، واحنا كنا على اتصال دايما بالجهات المعنية قضائيا ودبلوماسيا في مصر والسعودية، لانهم تفاعلوا جدا مع قضيتها، لكن كانت المطلوب بعض الوقت، يعني لأن الوقت ده الحقيقة كان يمكن أن يكون زي ما قلت لكم سنين،
وكان يمكن كمان ألا تتكشف هذه الحقائق يعني. فالحمد لله إنها انتهت القضية بهذا الشكل، وتابعناها خطوة بخطوة. وحتى لما عادت إلى مصر كان لابد إن احنا نحقق لها بقى الحلم الأكبر، وهي إنها تحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لأنها وهي بتحلم بالعمرة وقعت في إيد شياطين واتبهدلت، والحمد لله يعني أنها لم تسقط منا. تخيل أنت والدتك، أي حد يلقى القبض عليه في مطار وحد يقول له كده الشنطة فيها مواد مخدرة وهو لا علاقة له بها، بتلقائيته وعفويته وبساطته الشديدة يقع في مأزق من هذا النوع. وقعت فيه الحاجة سعدية اللي تضامننا معاها، وإن شاء الله هتسافر يوم صباح الأربعاء وترجع إن شاء الله بالسلامة، ويبقى المجتمع كله ساندها. هذه القضية نموذج يا جماعة للدبلوماسية المصرية كيف يمكن أن تلعب دورا لإعادة الحقوق للمصريين في الخارج. لا، اشتغلوا في هذه القضية بشكل نموذجي، لابد إن احنا نحييهم تاني وتالت وخامس. الرأي العام الشعبي، الناس لما تنسى كل قضاياها وتقول هي الحاجة سعدية هتعمل ايه؟ تحولت قضية الحاجة سعدية القضية لكل المصريين، لأن كل الناس عندها هذه البساطة والتلقائية والعفوية. أي حد بيخبط على أي بيت ويقول هاتيلي مية يا أمي، بتقول له ادخل يا ابني. لو هو الشيطان ممكن يقتلها وممكن يسرقها ويعمل حاجات كتير، لكن الناس مش هتتخلى عن بساطتها وعفويتها وتلقائيتها اللي كان لابد ان احنا ننصفها ونقف جنبها للنهاية، وانها تحقق هذا الحلم. وشوف الست بصوتها الطيب جدا والبسيط جدا والتلقائي والعفوي اللي طالع من قلبها، زي كل أمهاتنا، زي كل أمهات المصريين يعني. قلنا لازم نكمل معاها لغاية ما تحقق هذا الحلم، إنها تحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، أمنية بيتمناها الجميع إن شاء الله تتحقق لكم جميعا. وهذه القضية تاني وتالت نموذج لأن الخير ينتصر في النهاية. الشياطين لن ينتصر، الشر لن ينتصر أبدا مهما ابتدع من حيل شيطانية بهذا الشكل. نعم كان ممكن إنها تعدي على الجميع، لكن الحمد لله بجهود الجميع، الله سبحانه وتعالى مشيئته أولا ثم جهود الجميع بعد ذلك، دبلوماسيا وأمنيا وسياسيا وقضائيا في مصر وفي السعودية، وأيضا الإعلام. وإذا جاز لي أن أنا أختص هذا البرنامج تحديدا اللي كان أول صيحة انطلقت من هنا واستمرت هذه الصيحة لإنقاذ الحاجة سعدية، وعادت وهي رجعة تاني السعودية. تخيلوا يعني، وحتى كان البعض قال ده ربما يكون في مشكلة، لأنه دايما بتبقى فيه مشاكل متعلقة شوية بيبقى فيه المنع من الدخول لعدة أشهر. عملنا اتصالات وتأكدنا بأن مفيش أي مشكلة خالص نهائيا، وأن السلطات حتى في السعودية حلوا جميع المشاكل المتعلقة بالإجراءات القضائية والأمنية. مين؟ طيب قبل ما ناخد بس القضية دي، كمان في رد فعل القضية متعلقة احنا كنا ناقشناها يعني، خلونا واحنا بنتابع معاكم بس تعالوا نفصل شوية. شعبان عبد الرحيم كعادته بيختصنا دائما، عامل اغنية عن الشائعات يعني، الشاعر الاسلام خليل. واسلام انا دايما بقول انه هو اللي بيكتب كل اغاني شعبان، بيتفاعل دايما مع القضايا بشكل سريع وبكلمات شعبية بتصل إلى وجدان وأعماق الناس بشكل بسيط. شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل، يحاربان الشائعات.
تشير اسأل قبل ما تشير اسأل قبل ما تشير اسأل وفكر لو دقيقة قبل ما تشير اسأل شوف كد ولا حقيقة قبل ما تشير اسأل شوف كد ولا حقيقة شوف كد ولا حقيقة خدوا بالكوا يا مصريين من حرب الإشاعات حرب الجيل الرابع حرب الاشتغالات حرب الجيل الرابع حرب الاشتغالات وحرب الاشتغالات بقت الإشاعات كتيرة إشاعات بكل طريقة قبل ما تشير خبر اسأل على الحقيقة قبل ما تشير خبر واسأل على الحقيقة بصوا في الحقيقة لازم تعرفوا الحقيقة وتبصوا للمواضيع الناس عايزة تفرقنا وعايزة مصر تضيع في ناس عايزة تفرقنا وعايزة مصر تضيع وعايزة مصر تضيع حربونا في السياحة خلوا السياح تمل عشان العملة الصعبة والدخل القومي يقل عشان العملة الصعبة والدخل القومي يقل الدخل القومي يقل حربونا في الزراعة شرهم ما بيتأخرش عشان الخضر والفاكهة يركب ما يصدر عشان الخضر والفاكهة يركب ما يصدر يركب ما يصدر بره بيحاربونا في جرايد وفي قنوات وجوه بيحاربونا بالكذب والإشاعات وجوه بيحاربونا بالكذب والإشاعات بالكذب والإشاعات حاربونا في السياسة قالوا على الثورة الكلاب بيحاربوا الشعب كله إشاعات على إرهاب بيحاربوا الشعب كله إشاعات على إرهاب إشاعات على إرهاب في المية بيحاربونا بسد نهضة عويل عايزين يهطشونا وينشفونا النيل عايزين يعطشونا وينشفونا النيل وينشفونا النيل بيحاربونا من جوه بحب التنظيمات ناس عايشة معانا وبتقبض مرتبات وناس عايشة معانا بتقبض مرتبات بتقبض مرتبات مشاريع كتير اتعملت بيقللوا من حجمها احنا مش عايزين الخير لمصر ولا شعبها ده مش عايزين الخير لمصر ولا شعبها لمصر ولا شعبها حربونا بصحتنا برشام ومخدرات وفكروا الأدوية وكثرة الأزمات واحتكروا الأدوية وكثرة الأزمات وكثرة الأزمات الحرب بفعل فاعل على كل مصر وناسها كانوا عايزين البلد تطلع تعلن إفلاسها كانوا عايزين البلد تروح تعلن إفلاسها تروح تعلن إفلاسها أنا قلت لكم الحقيقة يشهد عليها ربنا عشان ما تضيعش بلدنا شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل أغنية عن مواجهة الشائعات اللي احنا بنعاني منها أحدث شائعة أطلقت اليوم فصل البنات عن الأولاد في الجامعات شوفوا تخيلوا يعني هي الشائعة بتحقق طبعا يعني أكثر من هدف وقالوا هيبقى في ثلاثة أيام للبنات وثلاثة أيام للأولاد شائعة معمولة بحبكة يعني أولا تعيدنا إلى الخلف سنوات يعني نفكر حينما أسس العملاق الدكتور أحمد لطفي السيد جامعة القاهرة كانت وجهت إليه انتقادات أنت عامل الجامعة يا فاسق فيها اختلاط وتم الهجوم عليه بشدة يعني
والرجل قال التعبير اللي دايما اقوله انه هياتي اليوم اللي التطور المجتمع هينتصر، وان الحقيقه العيب مش في الاختلاط، وان الاختلاط هو الوضع الطبيعي للمجتمعات الحيويه. وعلموا اولادكم الفضيله اهم من انك تعمل حواجز وعوازل بينهم. يعني شوفوا بقى ده مع نشاه الجامعه، تطلع شائعة دلوقتي وإحنا في القرن 21 وإحنا كمان يعني بنتقدم إلى الأمام، يعني وإنه هيحصل فصل الأولاد عن البنات وإنه مفيش اختلاط يعني، وتعمل حالة بلبلة ولاقي الناس بتبعت لبعضها البعض اللي هو شوفوا التخلف وشوفوا التوجهات الجديدة وشوفوا يعني الناس يا جماعة يعني تفكر شوية قبل ما تبتدي هذه الشائعات تندشر بشكل كبير. وزي ما قلت لكم تدقق بقى سهل جدا من خلال التكنولوجيا انك تشوف ده مصدر ده ايه وتبحث في مصادر موثوق فيها، وفي مفيش حاجة اسمها جبت ده منين يقولك انا جبته من على الفيسبوك. يعني الفيسبوك ده شارع، انما الحقيقه في مصادر موثوق فيها بيتم الرجوع اليها ويتم التاكد من ذلك يعني. لكن حاله من البلبله بتنتشر بشكل كبير، شائعات كل يوم بتنتشر. تعالوا نشوف كمان كويس جدا ان الاهالي يتصدوا اول ما يلاقوا انه في المنطقه عندهم امتلأت بالمخدرات بشكل كبير، الوعي الشعبي عند الناس يبتدي يتجمعوا ويقولوا لا احنا هنتصدى لهذه الظاهرة. صحيح هم بيستغيثوا بنا، المنطقة كمبرة في الجيزة مخدرات عيني عينك يعني. أتمنى طبعا المسألة بس مش جهد أمني، لا كمان جهد مجتمعي، يعني أن الناس نفسها لما تشوف ده بينتشر بهذا الشكل تتصدى له. وأنا واثق أنه بعد اللي هنزيعه ده هنلاقي فيه الأجهزة الأمن بما فيها كمان دور المحافظة، لأنه في دور اجتماعي في ده، كيف يمكن أن نحمي الناس من خطر المخدرات لما الناس تشوفه بينتشر في أحيائهم بهذا الشكل العلني والواضح. كمبرة بلد المخدرات، كمبرة يعني إيه؟ البيع بالنهار، بقينا البطنية. حالة من الغضب سيطرت على أهالي قرية كومبرة التابعة لمحافظة الجيزة بعد انتشار تجارة المخدرات فيها جهرا، وتوافد المتعاطون عليها من المناطق المحيطة، وتحولت من منطقة سكنية إلى وكر للمخدرات. هنا على طريق المنصورية، هنا اهوت، وعلى طريق البراجيل موجودين هم في كل مكان بالليل وبالنهار. المستويات اللي احنا بنشوفها بتيجي تشتري كل الفئات، بعربيات أغنية، فقراء، ناس بتكاتك، ناس صغير، شباب صغير. واحد حاطط رف زي السلع بتاعت الناس اللي بيعرضوها في الدواليب بتاعت السوبر ماركت والحاجات زي كده، عشان كل واحد ينقي بضاعته منها. بيبيعوا بودرة عند كوبري البحر اهو، بعد قرية كومبيرة. ايه اللي بيحصل او حضرتك بتشوفي ايه؟ بس احنا بنشوف مناظر رهيبه، وهم بيتعاطوا وهم طالعين وهم جايبين المخدرات بتاعتهم. ابني الصغير ده اللي داخل خمسه سته ابتدائي بيعرف ان البلد دي بقت وكر للمخدرات. ايه الانطباع اللي هيسوده لما يجي بعد كده النهارده معهوش فلوس يجيب مخدرات؟ هيعمل ايه؟ هيسرق عشان يجيب فلوس. شرب ومبقاش في وعيه هيتحرش، معهوش فلوس هيقتل هيسرق. طب احنا كاهالي هنعمل ايه؟ نروح نحارب الناس دي؟ ان هم ناس مش ظاهرين للناس العاديين، وليهم اكيد طبيعه خاصه في التعامل مع الناس زباينهم، وفي اسلوب انا ما اقدرش ارصده كرئيس مدينه، انا ما اقدرش ارصده. ولاد بنات عربيات، بصي مش هقدر اقول لك على المناظر وايه بقى، وكلهم بيدوا بعض، كل واحد بيدي التاني، تعاطي تعاطي في الشارع جهرا نهارا كده قدام الناس. شغالين 24 ساعه بالنهار وبالليل والصبح والظهر والمغرب، في وقت كل وقت. جايب عربيتي مره من طريق البراجيل، فجأة واحد وقفني عايز مورفين، عايز ماكس، والله العظيم الساعة كام؟ 11 الظهر. يا فندم مش بيبيعوا ويشتروا، ده احنا بنشوفهم وهم بيحطوا
هما بيحطوا الحقنه هنا ويحط لي هنا مش عارف كل ده قدام الناس. هو ما بيقولش عاوز سرنجه، هو بيحكي قصه كده في الاخر ان هو من الاخر عاوز فيها سرنجه. تبص تلاقي تكاتك وعربيات ملاك وعربيات نقل وكل حاجه، حاجه يعني بقت منتشره. يعني اقول لك ايه، تعريف في منتهى الخطورة. يعني بشكر بسنت الباجوري وبسمة فرح على هذا التقرير، لأنه الوضع ده طبعا شوفوا حالة الغضب عند الناس، لأنه حالة خوف على الشباب، وكمان أنه المنطقة تتحول إلى منطقة بيع ويأتي إليها من كل الطبقات. يعني وبيقولك يأتي الأغنياء ويأتي أصحاب التكاتك. أنا واثق أنه وزارة الداخلية هتهتم جدا بعد ما تشوف هذا التقرير، لأن كمان وانت بتواجه الإرهاب المخدرات كمان لا تقل خطرا، بالعكس هو بيحاول أنه يغتال شبابنا بكل الوسائل، برصاص الإرهاب وبسموم المخدرات، ويجب أن نتصدى لها. وبعد ما الحالة الأمنية رجعت بشكل قوي جدا، علينا ان احنا نتعامل مع هذه القضايا كويس جدا، ان يبقى الأهالي عندهم الوعي ده، انه يقولوا لا احنا مش هنسمح. هم بيقولوا هنعمل ايه؟ طبعا فسلطنا الضوء على استغاثاتهم. هنا محتاجين قبضة أمنية، محتاجين كمان دور اجتماعي في التعامل مع قضايا من هذا النوع، لأن في شباب ضايع وضاع، وهنا ما سيبوش، يعني مش العامل الأمني فقط، لا كمان أشوف العامل الاجتماعي والعامل النفسي كيف يمكن أن نتعامل معهم. هو الهدف هو تحطيم الشباب وصغار السن بهذا الشكل. أثق في أنه بعد هذا التقرير هيحدث تدخل سريع زي ما حصل في بعض القضايا اللي ناقشناها. في كمان كويس جدا أنه الناس لما يلاقوا منطقتهم بتتحول إلى عشوائيات وفوضى، مع أنها من المناطق اللي كان يعني يجب أن يكون مشهودا لها بالجمال والنظافة، ده في الحي التاسع في مدينة نصر في شارع السد العالي. فالاستغاثات الاهالي ايضا بعتوا لنا قالوا شوفوا الوضع بقى عامل ازاي، يعني فين رئيس الحي، فين المحافظ، ازاي الناس تسمح بان في حتى يعني مناطق جديده انشئت خصيصا لكي نتخلص من قبح العشوائيات اللي انت ما انتش عارف تعمل فيه ايه. طب المناطق الجديده هي طبعا لم تعد جديدة، لكن لا تتخيل أبدا أنها توصل لده. يعني وما أكثر المشاهد اللي زي دي في أكثر من منطقة، يعني فين محافظ القاهرة من ده، فين رئيس الحي ده، في مدينة نصر في المنطقة الحي التاسع وده شارع السد العالي. شوفوا يعني تحولت إلى منطقة عشوائية، والعشوائيات تسللت وهزمت كل الجهود اللي انت قاعد بتشتغل فيها. من سكان المنطقة الأستاذ محمد عرفان، لأن الناس الحقيقة استغاثوا بنا وقلنا كل الحياة يا جماعة اللي عنده استغاثات مشابهة هتلاقونا معاك ونتواصل معاك دائما. أستاذ محمد أهلا بيك. بحضرتك يا استاذ وائل، مساء الخير عليك. مساء الخير. ازاي ده يعني كل ده نشا في قدام عينيكم بهذا الشكل؟ طب فين المسؤولين؟ فين رئيس الحي؟ فين المحافظه؟ والله حضرتك احنا توجهنا فعلا، جمعنا السكان بتوع المنطقه من اغلب العمارات، وبدانا ان احنا نتوجه لحي شرق مدينه نصر. وبعدين قمنا بسرد شكوى قلنا فيها كل المشاكل اللي ظهرت قدامنا، ومن اول الشارع لحد اخره.
وبعدين عملت صور وكتبت عليها ووضحت كويس قوي فين المشاكل عشان يقدروا يساعدونا ويقدروا يشوفوا هيحلوها ازاي. بعد كده بدأنا حضرتك عملت برضو نفس الخطاب تاني وعملت شكوى رقم 2 ووجهتها لمركز التكنولوجيا المعلومات الخاص بحي شرق مدينة نصر، وأرفقت برضو بعض الصور برضو لكم المخالفات اللي موجودة. وقابلنا سيادة النائب رئيس الحي ووعدنا بان هو خد قال لي سلم الصور في ملف في كمرفقات، وقال لي ان احنا نتوجه بازاله مثل هذه التعديات على الارض. وبعدين حضرتك برضو عملت ملف كامل كاستغاثه للسيد اللواء المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره، على اساس ان انا بقول له ان احنا كسكان مدينه نصر وشارع السد العالي ابتداء من مصطفى النحاس حتى احمد الزمر ان في بعض التعديات، مش بعض ده كثير من التعديات، بدايتها من اول الشارع وعليها محافظه القاهره، اللوجو بتاع محافظه القاهره، على ان هي اراضي بتستغل في الجراشات. جراش عمومي. وبعدين بنلاقي حضرتك ان تباعا ان الجراشات دي بتستغل استغلال غير المتفق عليه. أيوة. تربيه ابقار زي ما حضرتك شايف اهوت في التقرير، والماعز والخراف، وبرده بيقلبوها لساحه للسمكره والدوك والورش. تمام. وبعدين بيبقى في تجمهر للباع الجائلين في بعض الصور زي ما حضرتكم شايفين. وبعد كده اتوجهنا برضو ليهم وقلنا لهم ان ما ينفعش ان انتوا منطقه سكنيه زي كده تعملوها اسوقه. وبرضو كان احد الافراد عمل عشش قدام العمارات. وكان نتيجه لذلك ان في بعض احد الافراد لما اتخانق مع زميله قتلوا بعض في الخيمه او العشه المجاوره. ده تحولت لاوكار بقى، يعني وكر و بالظبط حضرتك. وبعدين الكلام ده مثبت في شهر مارس لسنه 2017 في اسم اول مدينه نصر. وبعد كده طبعا اضطرينا ان احنا نتوجه بقى بالشكوى مجمله. احنا سلطنا الضوء. انا بشكرك استاذ محمد. ما فيش شك يا جماعه ان فساد المحليات هي الكارثه، والفساد له اشكال مختلفه ومتعدده. يعني الإهمال والقصور والتسيب بيفتح أبواب الفساد، اغتيال النظام والجمال ونقل العشوائيات. شوف، الدولة عايزة تتخلص من العشوائيات وتنقل الناس إلى مناطق حضرية منتظمة. يعني لا، إحنا نجيب العشوائيات في الأماكن اللي يجب إنها تكون بلا عشوائيات تماما، يعني لانك مش هتقدر تقول ده اصل ده تراكمات سنين. لا، لانها مناطق يعني جديده. يعني معقوله يا جماعه الناس بتعدي كده؟ يعني لو مسؤولين في المحافظه في الحي بيشوفوا ده وسايبين الامور بهذا الشكل. نشوف استعدادات الحج ونطلع منه على فاصل، ونشوف بعد الفاصل في قضيه في غايه الاهميه هنتعامل معاها بشكل مجتمعي شوية، وهي قضية في مشروع قانون متعلق بتجريم الزواج العرفي. في ناس هيقولك ان ازاي يمكن ان تفعل ذلك، يعني ما هو زواج. طب ايه هي الاضرار التي يمكن ان تصيب المجتمع؟ يقولك لا، يلحق الاذى بالمجتمع كثيرا. هنسمع الذين قدموا هذا المشروع وجهات نظرهم ايه واللي بيدافعوا عنه. يعني طبعا في زواج عرفي يتعلق بالقصر لانهم تحت السن، فبيتم تزويجهم بشكل سري لغايه ما يوصلوا الى السن، وبتحصل طبعا مشاكل. عندنا في تحقيقات هنشوفها سجلنا مع البعض بتحصل، يعني لو حصل خلاف بين الزوجين بسبب طبعا السن الصغير ده، فهتلاقي يمكن للزوج انه يختفي بعد ما يبقى السن 18 وما تلاقيهوش.
ولا يتم توثيق الزواج وتبقى البنت في مشكلة. طب كمان الزواج العرفي بأشكاله المختلفة اللي بدأ يستخدم كوسيلة للتحايل يعني. هنناقش معاكم كل ده وهنشوف ايه فلسفة هذا المشروع، ايه الهدف منه يعني، الذين يتحمسون له لماذا، ايه الأذى اللي بيلحق بالمجتمع بسبب الزواج العرفي، ايه اللي يخليهم يقفلوا هذه الأبواب. بعض الناس يقول لك يعني ما هي اصل ده مش لا منتشر بشكل كبير جدا في المجتمع المصري، ولا يتعلق فقط بزواج القص، لا يتعلق كمان باللي عايزين يحافظوا على مكاسب اجتماعية معينة زي المعاش وغيره، وكمان متعلق ب يعني في جزء يقول لك طب كبار السن اعمل فيهم ايه، الناس بتختار انها تتزوج بهذه الطريقة. ايه الهدف من تجريم الزواج العرفي؟ بعد الفصل. موسم الحج السنه دي بدينا فيه من بدري، وزاره الطيران المدني برئاسه معالي وزير الطيران المدني سيد الفريق مولي نصر المصري عمل زي لجنه، قعدنا على الترابيزه مجموعه عمل كامله، مصر للطيران، الميناء، القاهره، الامن، كل الناس قعدنا وشفنا المشاكل اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت. التامين بالنسبه لشركه الميناء والمطارات المصريه ويعني مصر تحديدا معالي الفريق حاطط لها اهميه قصوى، هي بند من 1 لـ10 وبعد كده يبدا بقيه البنود المهمه برضك. فاحنا حضرتك تامين الاسوار، تامين المباني، تامين الركاب، كل وسائل التامين، كل وسائل الاجهزه، كل وسائل الانظمه، تدريب العاملين، الحاجات دي كلها المينا مجهزاها لتامين الراكب. نشكر الشركه المصريه للمطار والقائمين على المطار لتيسير كل سبل الراحة للحجاج والمعتمرين بفضل الله تعالى. رحلة عظيمة وعند النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يتقبل منا وعقبال كل المسلمين إن شاء الله. الأزهر الشريف مع كل حاج وفي قلب كل حاج من قبل أن يأتي إلى المطار بشهر أو شهرين، وابتكر مجمع البحوث في هذا العام نظام الماكتات، يعني عاملين ماكتة للكعبة وبنعلم الناس فين الركن اليماني، فين الحجر، فين حجر إسماعيل بطريقة عملية ومبسطة. كمان مجمع البحوث الإسلامية طبع 80,000 كتاب كتيب للجيب صغير الحجم، يعني في كل مكان في السعودية يفتح الكتاب في على الخريطة اللي موجودة في الكتاب يعرف هو فين، وبنشرح المناسك بطريقة سهلة جدا، اسمه كيف تحج وتعتمر. سعيدة جدا لأن اليوم كنت بستناه من عمر طويل وربنا أكرمني بيه، فالحمد لله، وكان في يسر في الإجراءات وربنا سهل علينا إن شاء الله. شعور جميل جدا إن أنا يعني رايح في زيارة البيت الحرام وزيارة قبر الرسول وحاجة ما بتكررش كتير يعني، فالحمد لله أنا سعيد جدا جدا يعني، الحمد لله رب العالمين. أحلى شعور في الدنيا، أمنية حياتي هي الحج، وربنا يتقبل ويوعد كل مشتاق يا رب. والله حاجة جميلة جدا والله، وحاجة تفرح وربنا كده يناول كل مشتاق. احساس جميل جدا جدا يعني، فرحه ما تتوصفش والله، سبحان الله، ربنا يا رب يوفق الكل وعبالكم جميعا يا رب. احلى رحله ديك واحلى مكان هنروحه، وربنا يوعد الجميع يا رب، وتبقى رحله سعيده وربنا يتقبل منا، نرجع كده مغسولين من ذنوبنا جميعا يا رب يا رب. احنا في المنطقه ديت في اماكن ممكن يكون الراكب في مطار القاهرة ما شافهاش، احنا عندنا مثلا القطر، ده القطر دوت بيربط ما بين الثلاثة تيرمينالز، ما بين تيرمينال 1، تيرمينال 2، تيرمينال 3، ده الشغل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، اللي احنا بنحاول نربط ما بين التيرمينالز وبعضها بالقطر الاوريدي موجود. وكمان لو انت حضرتك مثلا مسافرة داخلي من تيرمينال 3 عايزة تروحي تيرمينال 1 تاخدي طيارتك، بالقطر ممكن تاخدي طيارتك من تيرمينال من مبنى رقم 1 من خلال ركنك تتحركي من تيرمينال 3 تروح بيه تيرمينال 1.
مشاهدينا نحييكم من جديد، واحنا بنناقش كل القضايا الاجتماعيه باشكالها المختلفه، بنتوقف كمان عند قضيه بتدخل فيها قضايا تانية كمان زي الزواج العرفي، يعني ليست عنوانا فقط اسمه الزواج العرفي، لا ممكن ندخل فيه كمان زواج القاصرات، لان جزء كبير منه زي ما هنقول لكم بعض الحالات بيتم بوسيله الزواج العرفي. كمان في بعض وسائل التحايل للحصول على المكاسب الاجتماعية انها تستمر بيتم اللجوء الى اسلوب الزواج العرفي. ايه اللي دفع بعض اعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم الدكتورة أمنة نصير الى تقديم مشروع قانون يتعلق بتجريم الزواج العرفي؟ تجريم يعني الحبس يعني. هل ده يمكن ان يؤدي الى استئصال هذه الظاهرة؟ وهل هي خطر؟ ولا في قطاع تاني بيشوف لا هي جزء من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، كمان هيقول لك انه الزواج بيكون صحيحا وشرعيا ولا يمكن ابدا انك تتعامل معاه بمنهج التجريم. طيب نتعامل ازاي مع هذه القضية؟ وعايز اشوف ايه المخاطر، ايه اللي مخلية الناس منزعجة بهذا الشكل من الزواج العرفي؟ هل هو منتشر بشكل كبير؟ هل المجتمع يلحق به الأذى بسببه ولا لا؟ تعالوا نقدم ضيوفي داخل الاستوديو. أولا من اليمين لليسار أستاذ عصام الصافي عضو مجلس النواب، أهلا بيك أستاذ عصام. أستاذ وليد عبد الحميد المحامي بالنقد والدستورية العليا، أهلا بيك. دكتورة صفيناز المغازي استشاري أمراض النفسية والعلاقات الأسرية، أهلا بك. أهلا بك. أستاذ أحمد أبو المجد مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، أهلا بك. أهلا بحضرتك، وأنا محامي مدير المركز البيت العربي مجد. هو الأستاذ مجدي. أستاذ مجدي عبد الفتاح. بالظبط. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بك. أنت محامي وباحث. محامي وباحث في مجال حقوق الإنسان. أستاذة جانيت عبد العليم باحثة بمركز مساواة التدريب والاستشارات، أهلا بك. أهلا بك. طبعا يعني لغاية ما نشوف الدكتورة أمنة نصير هتبقى نحاول نجيبها على الهاتف هنا. أستاذ عصام ليه متحمس لده؟ إيه الخطر فيه؟ يعني إيه اللي خلانا نقول مفيش شك إن إحنا قضايا الزواج والطلاق من القضايا المهمة جدا اللي حتى الرئيس تحدث عنها في مؤتمر الشباب ودعا لفتح مناقشات متعلقة بهذا الموضوع، لكن ندخل في الزواج العرفي يعني ليه الانزعاج بهذا الشكل وليه التجريم؟ يعني حد يتجوز عرفي يلاقي نفسه في السجن؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طبعا بنرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالسادة الضيوف، وانا بس ايه يعني خليني يعني نوضح لحضرتك ان البرنامج بتاعك ده المنبر اللي الناس بتنفس بيه واللي الناس بتنتظره فعلا. انا بس قبل ما ارد على سؤال حضرتك معلش يعني اسمح لي في دقيقه واحده. انا النهارده كنت في معهد اورام دمنهور. المعهد ده بيخدم البحيره وكفر الشيخ وطنطا، بيخدم وسط الدلتا. تخيل يا استاذ وائل نروح نلاقي جهاز العلاج الاشعاعي قيمته 23 مليون جنيه متورد للمستشفى من 19/11/2017، لقيته في الصناديق بتاعته بتسع شهور في الصناديق بتاعته زي ما هو. مدير المعهد سلك كل السبل والطرق عشان الجهاز يتركب وما تركبش. هل هيجي الرئيس السيسي يركب الجهاز ويرجع يقول لك الرئيس السيسي؟ يعني ده منطق؟ تسع شهور وزيرة الصحة فين مساعدينها ان جهاز قيمته 23 مليون هيخفف نسب الانتظار علاج اشعاعي بقاله تسع شهور مرمي في صناديقه في الصناديق بتاعته تسع شهور في معهد اورام دمنهور. الحاجة التانية، طب ليه في الصناديق؟ ليه ما مش راضيين يركبوه؟ شركة اللي هي متعاقدة اللي هي ما عندهاش حد يركب تسع شهور ازاي يعني؟ يعني أنا ده الأموال دفعت والجهاز موجود وموجود يا فندم في الصناديق ومرمي والمرضى يحتاجونه ومدير المعهد سلك كل السبل عشان يتركب الجهاز وما تركبش. عندي مستشفى بمطامير يا فندم من 2011
داخله خطه استثماريه وكل سنه تدرك في الخطه وما تجيش فلوس كل سنه. وابو مطامير دي يعني القطر بتاع المركز 100 كيلو بيخدم الظهير الصحراوي. والكلام ده احنا يعني احنا كنواب الناس بتطالبنا، احنا مش تنفيذيين واحنا بنطالب، ولكن الحكومه ودن الوطين طيب. واحنا ان شاء الله نحاول نصور ده عشان انا احنا تعبنا والله يا استاذ وائل تعبنا فعلا طبعا. يعني اصل ده يعني المرضى والامهم بالظبط يا فندم. احنا طول النهار عنايه حضانه عنايه حضانه عمليه يعني ما ينفعش حتى فيهم ما فيهم الحكومه طيب. لازم تساعدنا شويه. خليني ما يهمش انا ابدا بالدكتوره امنه نصير عضو مجلس النواب. دكتوره امنه اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك يا دكتوره. جميع من يسحبوك الف اهلا وسهلا بيحيوكي جميعا. دكتوره امنه لو ايه سبب الانزعاج بهذا الشكل من الزواج العرفي اللي دفعكوا الى يبقى في اقتراح او مشروع قانون بتجريم الزواج العرفي؟ يعني اللي يتجوز عرفي يدخل السجن يعني. لماذا لجأنا إلى هذا الأسلوب في علاج هذه القضية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القضية تحتاج عدة توجهات. التوجه الأول لابد أن الأسرة تعرف بأن من جاءهم يعني ويثقون في دينه وفي أخلاقه يساعدوه على الزواج، بدلا من أن يلتف هذا الشاب ويتزوج البنت الزواج العرفي. أول أمر أنا بطالب الأسرة أنها إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا يكن فساد عظيم. هذا قول صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب أن الأسر تيسر الزواج لبناتهن، وأن يعني أيسر الزيجات هي أكرمهن دائما في الحياة. الذي دفعني للتفكير في هذا الأمر للتجريم والحبس من هقول لحضرتك الأول أن يبقى فيه توعية. التجريم يأتي لأن الشاب هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي يغري الفتاة بأنها هيتزوجها والعرف حلال وإن إحنا نقدر نبني بيتنا، وبعد ما يأخذ غرضه منها يلقي بها دون أي حق لها ولا لطفلها إذا كان لديها طفل خرجت من هذا الزواج بهذا الطفل. فهو الشاب هنا الحقيقة يقع عليه الجرم أكثر من البنت. وأنا بخاطب البنات بأن الزواج العرفي معناه الضياع لك، ضياع لليوم وضياع للمستقبل. فالتوجيه الثقافي للأسر لابد أن نعلم بناتنا وأولادنا مسؤولية الزواج والابتعاد عن الالتفاف في هذا الأمر بشكل غير شرعي وغير قانوني. وأنا بعتبر أن الآثم الأكبر في هذا هو الشاب الذي يحرض البنت على هذا النوع من الزواج. ده يقع عليه الجرم. انا الحقيقه الموضوع بفكر بس كمان خلي بال حضرتك مش بس الشباب مع البنات اللي بيعملوا كده، ده في زواج القاصرات بيدخل فيه ده كمان. ده اشد اجراما لان للاسف يعني هذا الكلام من عده سنين انا احاربه، بأن زواج الطفل هذه القاصر وتحبيب هذا الزواج من قبل بعض أصحاب الذين يعني يتصور أنهم يتكلمون باسم الدين وهم لا يدركون أهمية حماية البنت وأهمية أن بيد ولي الأمر أن يكون حريصا على الإبنة بأنها لا تتزوج إلا وهي كف إلى هذا الزواج وتحمل هذا الزواج. وللأسف بعض أصوات التي تتكلم باسم الدين تضلل الأسر كثيرا في هذا الأمر، قياسا ظلما وجهلا بوضع السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة بالحسابات بينها وبين أختها السيدة أسماء لم تتزوج بهذه السن المبكرة،
بل لم تكن يعني عند الزواج كانت لا تقل من 16 سنة إلى 18 سنة. وهل بنت اليوم هي السيدة عائشة؟ يعني عيب. لابد أن الخطاب الديني يكون قويما ورشيدا ويوضح أن القياس لابد أن يأتي بين المتماثلين. هذا الذي أنا الحقيقة أغضب منه وأحس بخطورته على ليه بقى هنا التجريم؟ هل أنت شايفة أن التحذير والنصائح لم تجدي؟ لم تجدي. آه. ولم تجدي. لم ولن. فالحل هو التجريم. إنه نعم. يعني حتى يردع. من لا يردع بالتوجيه وبالنصح وبالإرشاد، هنا لابد أن يتدخل القانون لكي يعني يضع حدا لهذه المهازل، مهزلة زواج العرف التي تلقى البنت بلا ثمن بعد ذلك وبلا حماية وبلا ضمان لمن تخرج به من هذه الزيجة التعيسة. لابد أن نواجه هذه القضية. أحيانا بتجدوا أيضا بعض العائلات، أنا نوعت مع حضرتك من زواج القاصرات ليه، أيضا اللي عايزة تحافظ على مكاسب اجتماعية متعلقة بالمعاش، معاش جوزها، يعني هنا في زواج عرفي بيتم من أجل الاحتفاظ بمكاسب اجتماعية. من قبل من المكاسب الاجتماعية؟ من قبل من؟ هتزوج رجل عجوز مثلا، هل ده مكسب؟ لا، مكاسب مادية. مادية عشان المعاش ما ينقطعش من عليه، عشان المعاش لا ينقطع يعني. لا، ده كله ده هراء. وبعد كده وفي ما يؤلمنا ويقال، مصر أصبحت الآن الأولى في العالم على نسبة الطلاق، ما هو زواج محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. وفي كمان بعض العائلات بتجد انه هو بمثابة باب للتخلص من العنوسة، على اعتبار ان في زوج ربما اوضاعه الاجتماعية تخليه يمكن ان يتزوج للمرة الثانية بشكل سري يعني، والمجتمع يتعرف على ده على انه نوع من شبكة العلاقات الاجتماعية والانسانية اللي بتقلل من نسب العنوسة يعني. لا، النسبة أنا نفسي حتى مصطلح العنوسة ده يرفع من القاموس اللغة العربية خالص. إن إحنا عايزين ننظر إلى بناء مستقبل أسرنا وبناء مستقبل بناتنا بناء سويا قويا ناضجا مسؤولا. أما ما يحدث في ريف مصر وبعض مدنها لابد أن يصوب بالإرشاد ويصوب بالقانون ويصوب بالتوجيه، لأن للأسف البنت منذ أن ولدت في هذا البيت يريد يعني مخلوق أو ضيف غير حبيب أو غير مرحب به، فعندما تأتي أي فرصة من الخلاص منه يتخلصه. هو ده بيت القصر. خلي حضرتك معايا كده نشوف وجهات منزعج ليه من فكرة حبس من يتزوج عرفية. في البداية خلينا أشكر الدكتورة أمنة على يعني مجهودها اللي بتعمله في البرلمان، وتحديدا في قانون مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي مقدماه هي والأستاذة عبلة الهواري، ده رائع جدا. لكن أحيانا بيطرح مشروعات قوانين للشو الإعلام بدون دراسة حقيقية وبدون إدراك حقيقي لأبعاد المشكلة. فكرة أن أنا أجرم الزواج العرفي دي طرحت من 2009، ويمكن كان على يد النائبة وقتها ابتسام حبيب، ولكن لم يولد لأنه يتنافى مع فكرتين أساسيتين. أولا الدستور اللي بيبيح للحق الإنسان في الحياة الشخصية والحرمة الحياة الخاصة، وثانيا لفكرة العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ببساطة ما ينفعش أن أنا أجرب أعمال رضائية ما بين اثنين بالغين ما فيش في أي نوع من أنواع الإكراه أو الاستغلال. فالأعمال الرضائية، جواز، طلاق، العلاقات الرضائية لا يجوز أن يتدخل المجتمع بتجريمه، وإلا هنحبس الناس كلها. فهو بيتنافى مع الدستور والحريات اللي أباحها الدستور، ويتنافى مع فكرة العقد الاجتماعي مبدئيا. طيب مين اللي بيتجوز عرفي؟ اللي بيتجوز عرفي أولا خلونا نتكلم حوالين فكرة تزويج القاصرات. تزويج القاصرات إشكالية لا تحتاج تجريم الزواج العرفي بقدر ما تحتاج تجريم ده في إطار قانون متكامل للعنف ضد المرأة، وده المجلس القومي للمرأة مقدم مشروع قانون متكامل للعنف ضد المرأة.
وثانيا نحل الثغره بتاعت المأذونين. نفس الوضع الدستور والقانون. لا مشروع القانون الأب هنا زي ما هنسمع في بعض الحاجات يقول لك انا لو جالي عريس لبنتي وهي عندها 10 سنين هجوزها لان انا هجيب منين وانا عايز اضمن لها مستقبلها وانا التجريم هنا لانه بيقع اعتداء واستغلال على الفتاه فده استغلال جنسي ليس تزويج فمن هنا يجوز للدولة أن تجرم لأن في اعتداء وإكراه واستغلال وده حتى موجود في قانون الإتجار بالبشر. أما الدكتورة آمنة بتقول الزواج العرفي يؤدي إلى ضياع حقوق البنت وبالتالي لازم أحمي المجتمع. تحمي المجتمع لكن الإشكالية ليست في الزواج العرفي لأن أقول لحضرتك نماذج أخرى بتتجوز عرفي. إحنا خلينا في قضية تزويج القاصرات حلها. قانون متكامل للعنف ضد المرأة وده طرحه المجلس القومي للمرأة وطرحه مجموعة منظمات مدنية. والقانون بتاع المأذونين لأن المأذون بيتحايل على لايحة المأذونين وبيرتكب هذه الجرائم دي حل لمشكلة الزواج المبكر وتزويج القاصرات لكن الفئة الثانية اللي هما ممكن اتنين شباب ظروفهم الاجتماعية والمادية ما تسمحش ان هما يتجوزوا بزواج موثق فبيروحوا يتجوزوا عرفي دول لو انا حبستهم مؤخرا كان في تصريح بيقول ان السجين بيكلف الدوله حوالي 3500 جنيه في الشهر فانا الشاب اللي هحبسه سنه ونص ال 50000 جنيه ولا 60000 جنيه دول لو انا اديتهم له كدوله بنيت لهم شقه اولى من ان انا احبسه طيب دكتور انا بقول لك يعني بدل من انك تحبسيه كنا نديله اللي هو اللي هتتكبده الدوله داخل السجن ونقول له خد يا ابني شقه واتجوز فيعني اتجوز اتفضلي قول يشكر عليه صاحب القول لكن انا بتكلم على حالات كثيره ليست الدوله تجري وراء كل واحد وفي الحاله دي هيتقدم شباب البلد كله يقول ادينا بقى نعمل شقق لا يعني ده كلام حقهم بدل ما يتحبسوا لا ده كلام لا يحمي ولا يردع خطا جسيم جوه بس يا استاذ وائل ردا على الاستاذ الاستاذ عصام اتفضل بس حضرتك ايه انت حضرتك بتكلم ان شاب وفتاه واتجوزوا عرفي وطبعا الزواج او تنظيم العمليه دي هل الزواج مكتمل الاركان ولا مش مكتمل الاركان الاول عشان نتكلم في صحته وعدم صحته وتجريمه وعدم لحظه يا فندم طبعا الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع مصدر رئيسي للتشريع صحيح فانت حضرتك بتتكلم لو هنا الزواج مكتمل الاركان في ولي في شهود في اشهار مش واحد وحده حبوا بعض في الجامعه وراح كتب لها ورقه عند محامي وقال ده زواج عرفي ده بيؤدي ده انت بتقول لازم اجرمه ده بيؤدي لخلل في المجتمع تحبس مين الاثنين ولا تحبسه هو بصرف النظر احنا اولا القانون طالما قانون بيمس المجتمع المفروض يبقى فيه حوار مجتمعي بالنسبه له ونشوفه المخاطر اللي بتحدث بالمجتمع ما خلاص مع الدكتوره انا بتقول احنا نصحنا كثيرا لا يعني أنا كثيرا وقالت انه لم ولن يا استاذ وائل هي بتمس شريحه كبيره جدا من المجتمع على فكره واحنا مش هنطفي صراصنا في الرمل لا موجوده وموجوده كتير جدا بين شباب الجامعات طب التجريم يستأصلها اكيد لازم تعزير لازم النهارده ما النهارده اللي بتتجوز النهارده شاب زميلها ابوها يعرف بالتاكيد ما يعرفش 100% ما يعرفش الوالي الشرعي بتاعها ما يعرفش يبقى لازم تجرم لان هي بتعمل حاجه غلط لان هي لو بتعمل حاجه صح هتعملها في النور انما دايما الغلط بينعمل في الضلمه وطالما بينعمل في الضلمه لازم يجرم بصرف النظر عن العقوبه ايه بصرف النظر انا ما طيب استاذ مجدي عشان نسمع يعني عشان هسال ما فيش مشكله طيب هو بدايه عشان ما نكررش كلام التجريم يغلق ابواب اذى تلحق بالمجتمع وبالعائلات طيب بداية عشان ما كررش كلام بس في قاعدة أساسية لا تبنى المجتمعات بالعقاب المجتمع عمره ما هبني بمجموعة من العقاب بأدوات عقابية المجتمع بس القانون قائم على فكرة العقاب ما هو المجتمع ما بيتبنيش كده طيب ما بيتبنيش هقول ليه ان القانون هنا ما ينفعش يتدخل طب المرور بتبنيه بالعقاب انا هقول لحضرتك والا كانت الشوارع هقول لحضرتك العلاقات الاجتماعيه في الحقيقه علاقات رضائيه ما بين اطراف العلاقات الرضائيه ما بين الاطراف دي انا الدوله يعني مش مقوم لسلوك البشر مش عليها تلعب دور انها الدور الابوي
اللي بتنظم علاقتك الشخصية بحياتك الشخصية. تمام؟ فيما يخص الجواز العرفي بقى، احنا في الحقيقة سايبين الأصل وراجعين لمشاكل أخرى. وهو الأصل إيه؟ الأصل إن احنا عندنا عيوب في القوانين بتدفع فئات مختلفة من الناس إنها تتجوز عرفي، منها الشباب، منها الأرامل، منها المطلقات، منها الأجانب اللي موجودين في بص، أكتر من فئة، مش بس فئة القاصرات. فيما يخص القاصرات اللي هو البداية اللي اتكلمنا فيه، أنا بدل ما أجرم الجواز العرفي، القانون عندنا فيه مشكلة إنه قال إنه جواز ما بيوثقش جواز القاصرات اللي هو الجواز الرسمي يعني. طيب أنا علي أجرم جواز القاصرات مش بس ما وثقوش، لأنه أنا هذا النص القانوني هو اللي بيفتح الباب للجواز العرفي للقاصرات. طب ما هو الباب الخلفي، ندخل في نفس المبدأ اللي أنت بتقول عليه، التراضي والعلاقات الاجتماعية. لا هو مش تراضي، لأنه هنا الشخص، هنا البنت قاصر، في مرحلة قاصر غير كاملة الأهلية. غير كاملة الأهلية. فأنا ما أقدرش أقول إنه البنت اللي عندها 14 سنة اللي بتتجوز بس عندها من الوعي الكافي. هيقول لك الناحية الشرعية، هندخل هيقول لك شرعا. ما هقول لحضرتك بقى، في هنا مشكلة. احنا بنتكلم، انا مش ضد الشرع، بس احنا بنتكلم على مجتمع مش بس الشرع اللي بينظمه. وفيما يخص الزواج العرفي، الشرع قال انه الزواج العرفي واداله هذا اللفظ شرع، على انه شرعا باركان يا استاذ، باركان يا فندم. انا مش هتناقش لان انا مش متخصص، وانا مش متخصص برضه على فكره. الولي ليس ركن من الامر يا فندم. الاشهار الاشهار بقى الاشهار ما هو الشهر يتم من 2 شهود. لا يا فندم، لا ده فرح وطبل وزمر. زوجتك نفسي الزواج الشفهي ده زواج، لكن هل لو انت يعني المشكله مش في الزواج ده، عامل مع ده قانونا على انه زواج ليس زواج. المشكله مش في هذا الزواج. لا المشكله مش في الزواج ده، المشكلة احنا بنتعامل معاه في باقي القوانين ازاي. يعني في قضايا النسب في قضايا النسب الزواج العرفي لا يحمي الطفل ولا يحمي المرأة. تمام. في الحقيقة طب انا دلوقتي عندي مشكلة امتى هقلل فرص الجواز العرفي؟ خلينا بالبلدي كده خلاص. هقلل فرص الجواز العرفي، جزء منه بعض الاسباب الاجتماعيه اللي بتدفع الناس للجواز العرفي. صحيح. لو هتكلم على الرجل اللي مثلا عاوز يتجوز على مراته وهي ما تعرفش، او لو عنده اسباب ليها علاقه بانه فلوسه هيخسرها ايا ما كانت يعني. طيب انا الجواز العرفي ده لو اعتبرته قانونا، انه لو اتجوزت عرفي، هقول لك كده، لو اتجوزت عرفي هتدفع النفقه وهتدفع المؤخر وهينسب ليك الطفل. فبالتالي هو مش مجبر انه يتجوز عرفي. مش عرفي بقى يا فندم، هو مش هيخش العرفي، هو بيخش العرفي. يبقى مش عرفي، لانه العرفي ده في الحقيقه احنا اللي خليناه باب خلفي للهروب من المسؤوليات. سيادتك بتجرمه بطريقه غير مباشره على فكره. لا انا ما جربتش. انا مش بقول عرفي. انا بقول نعمل خطوه على الدكتوره ياسر نظر، وهسال بعدها الاستاذ وليد. طبعا انا مش هتكلم عشان اخد تعليقات الدكتوره امنه على التعليقات دي. من النتائج الاجتماعيه والنفسيه اللي وقع عندنا، انا بتكلم على مكان انا بشتغل فيه، والنسب اللي بتجيلي نسب عاليه جدا، عندهم مشاكل نفسيه وتوترات واضطرابات نفسيه شديده جدا. كلها نتاج الزواج العرفي، الجواز العرفي والخلافات الزواجيه والعنف الاسري والعنف وكل الامور دي. لكن احنا بنتكلم على نقطه مهمه جدا، عندما يكون المجتمع لا يسمع فنحن نبحث عن طرق بديله للردع. مش لا بلاش اقول ردع عشان ما تبقاش شديده شويه، لا يعني نرجع سلطة أو سلطة الدولة تاني، بحيث ان كل واحد، احنا مش هندخل كل الناس، قبل ما يعمل حاجة هيفكر ايه اللي هيحصل فيا، ايه اللي هيعمل. انا دلوقتي بكلمك عن نتائج مش الجواز العرفي، انا بكلمك عن نتائج اطفال شقاق. يعني احنا بنطلع للمجتمع ناس غير سويين بالمرة، واحنا عاملين مبادره للموضوع ده وبنحاول جاهدين ان احنا نقول بدل الجواز العرفي، طب تعالوا نفهم يعني ايه جواز، تعالوا ناهلكم، تعالوا نقول احنا عايزين نعمل ايه. لانه انا مش هحب ولا انتوا كلكم كل مره نشوف طفل مولود ومرمي في كرتونه مثلا. بس ده سببه الجواز العرفي. بص مش عايزين نتكلم عشان احنا عندنا حاجات كتير جدا، لكن احنا بنتكلم على هؤلاء الاطفال. انا بدافع عنهم، انا بدافع عن هؤلاء الاطفال. حق المرأة والرجل في اختيارهم لنفسهم، هم احرار، بس يضمنوا حق من التابع ليهم هو مين؟ الطفل. لانه ده نتاج، هيبقى نتاج المجتمع. صحيح. لو انا
حطيته في بيئة غلط أو بيئة مش مظبوطة هيطلع لي قنبلة موقوتة بعد شوية تنفجر فيا أنا. فإحنا مفترض كلنا نتكاتف عشان الموضوع ده ما يبقاش موجود ونسهل. بس في الحقيقة في الجزئية الخاصة بالأطفال الدور الأكبر في التنظيم هنا للدولة مش للأسرة. أوكي. بمعنى أنه أنا الطفل الناتج ده عن هذه العلاقة سواء علاقة زواج العرف سواء علاقة رضائية مش ناتجة سواء ناتج عن الاقتصاد طفل مش بالطرق الشرعية الثقافية المجتمعية. تمام. أنا عندي مشكلة أنه في الحقيقة عندنا تناقضين. بنقول أن احنا بندافع عن هذه الأطفال عشان دول المستقبل وعمليا احنا بنحرمهم من شهادة ميلاد بنحرمهم من تحصينات عشان مفيش أب بنحرمهم من الرعاية بننبذهم اجتماعيا بننبذهم لما بيخشوا المدارس بننبذهم لما يكبروا عشان ما يلاقوش وظائف بننبذهم لما يلاقوش يشتغلوا. اللي بيلعب هذا الدور بقى مش الاثنين اللي اتطلع بيتجوز نستأصل ده من مش الجواز العرفي. أنا استأصلت الجواز العرفي لن ينسب الأطفال. في الحقيقة أنا عندي محتاج أعدل القانون الأحوال الشخصية بما يحترم حقوق الطفل وبما يحافظ عليه على أنه جوهر لبناء المجتمع بعدين. استاذ هشام قبل ما اسمعك بس استاذ وليد هل انت شايف يعني عشان بس نبقى ما بنعيدش نفس الكلام هل التجريم هو الحل؟ طبعا حضرتك استاذ وائل في معلومه بس الزميل قالها حضرتك خلينا الاول ناخد بنظره علميه قانونيه الجواز العرفي ده ظهر في مصر امتى حضرتك؟ الجواز العرفي قبل ما اجي لما فريق الاعداد كلمني ان ابقى ضيف في الحلقه رجعت الاحصائيات اللي تخص الموضوع ده لقيت ارقام يا استاذ وائل رهيبه طبعا. لقيت ان في وزاره السكان والصحه عملت مع الجامعه الامريكيه بحث طلع الموجود لغايه دلوقتي 155 الف حاله في موقع 155 الف حاله زواج عرفي لسه انا جاي لحضرتك ده اللي انت لسه حضرتك في رقمين تاني في المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بتقول 400 الف في حضرتك بحث عامله المركز القومي للبحوث الاجتماعيه بيقول في 550 الف حاله حضرتك الفيسبوك وجوجل بيقولوا في مليون حاله في مصر. فالنهارده احنا قدام ملف شائك جدا. ايه هو الجواز العرفي؟ ظهر في المجتمع المصري حضرتك بعد حرب 67 او النكسه او الهزيمه سميها زي ما تسميها. ليه ما كانش موجود قبل كده؟ لا حضرتك ما كانش موجود في المجتمع المصري بهذه الكثافه والارقام المتفجره. الناس حاجه شايف ارقام ضخمه بالنسبه لعدد السكان. يعني لو سلمنا جدلا بمليون حاله حضرتك لو يعني بس خلينا اكمل بالترتيب بعد 67 يا وائل بيه ظهرت الزواج العرفي نتيجه ان توفي مصر في حرب اليمن و67 عدد كبير من الشهداء فكانت الزوجه كسيده او كامراه سواء في الدين المسيحي او الاسلامي هتتجوز فكان عند زواجها هيقطع معاشها فاصبحت هي ممكن تتجوز حد بسيط عشان تصون نفسها فبتضطر ان هي تتجوز عرفي. الظاهره دي حضرتك جت في السبعينات بعد انتصار 73 والانفتاح وهجره الاسر المصريه خارج البلاد وبيرجع الولد ده بعد ثانويه عامه يدخل الجامعه حضرتك بيبتدي الاب والام عايزين يعوضوا دور مؤسسه الاب والاسره ان بيقدقوا على الاولاد باموال غزيره فابتدينا نلاقي في السبعينات الثمانينات زواج عرفي نوع تاني بقى الطبقه الراسماليه اللي فرمت الطبقه المتوسطه اللي هي تقود النهضه في اي امه في العالم اصبح راجل صاحب شركه ما كانش لاقي ياكل ربنا كرمه متجوز مرات وزنها 2 طن لقى اموره جايه له واخده مؤهل عالي هوب دماغه اتجننت هو عنده 70 سنه هي عندها 20 سنه اتجوزها جواز عرفي مش قادر يواجه ولاده ومراته بيبقوا الطبقه دي مسيطر عليه مراته وولاده عاملين شركات مساهمه وشركات بنوايا قانونيه معينه دراسة انا قعدت اربع ساعات الحل عنده هو زي البوابة لسه بقى انا جاي لحضرتك لما نوصل ل 2018 اصبح حضرتك لما السيد الرئيس عمل انا بكلم حضرتك انا راجل محامي ومتخصص في القضايا الاحوال الشخصيه باجي مع دريم هنا وقنوات كتير في الملفات دي حضرتك ايه اللي حصل بقى؟ في حاجات يا شيء انا هقولها سواء المعارض او المؤيد اتفضل بص حاجه بشوفنا بقى ايه لما تتوقع حضرتك فتاة وشاب في الجامعة مين فيهم غلطان مش هنتكلم انما طب حضرتك انا جات لي حالة ناس على مستوى عالي جدا من التعليم بص المقترح يا وائل بيه كان والد
الزوجة في احتياجات السداد تقيلة جدا، معاشه ارقام ارقام يعني عدى 15,000. حضرتك الزوج جاي يطلب مني استشارة، انا بقولك على الهواء والحالات دي كتير جدا، ان هو هيطلقها عشان يرجع لها المعاش وهو هيظل متزوجة. معلش يا سيادة الرئيس ما اعطيتش حد، سيبوني بس عشان اشرح للناس. فشوف حضرتك ناس كبار في السن يا رئيس، كبار النهارده ما تلومش الشباب. النهارده الاب بيقول لابنه انا قدوه سيئه، شوف يا ابن ابوك لا يعني يطلقوا، اقسم لك بالله حصلت على الهواء ويتجوزوا. ايوه عرفي. اي نعم، وده مش اسرار المهنه، ما اقدرش اقول، انا بشرح لك واقع. لا انا ما بنقولش، قول اسماء يعني. ما بنقولش اسماء يعني، زي الطبيب احنا يعني. قسم انا يعني عارف حضرتك، رجعت لورا قاعد على الكرسي قلت له طب اقول لكم ايه، ازاي بنتك هتعرف ان حضرتك وابوها متطلقين؟ طيب حضرتك دول لو اتمسكوا ده بقى ايه؟ عشان يتم التصالح، الاستاذ زميل عارف، يتم التصالح في الدعوه الجنائيه. نفترض اكتشفوا بعد 5، خد بالك بقى، هو هيمسكها عليها وهي هتمسكها عليه. احنا بس خلينا ماشيين النهارده في 2018، وفي ناس عشان معاش السيد الرئيس اللي هو عامله بتاع المطلقات حاجه فوق الوصف. حضرتك لو اتعمل في وزاره الداخليه خط زي يبلغ على الارهابيين ويبلغ على الجواز العرفي، هيتقبض على ناس كتير. طب اقول لحضرتك هيتقبض على ناس كتير جدا جدا، كل ده حضرتك بالقانون القائم النهارده ماشي جاي، وانت ممسوك في ايه يا ابني؟ يقول لي انا ممسوك في الجواز العرفي. ما انا هقول لحضرتك ايه اللي حصل في المشكله دي حضرتك. طيب. النهارده بيصرفوا المعاش، في ناس كتير عملتها. انت عارف انا باجي معاك بقول الحقيقه على طول، كرسي الاعتراف ده. ايه اللي بيحصل؟ الزوج بيعرف ان معاش حماه كبير وتوكل على الله ومفيش حد له، بيستخسروا ان المعاش ده يروح للدوله، هو مش بتاع الدوله المعاش ده، ده بتاع الناس اللي في صندوق المعاشات. فبيتحايلوا بقى يطلعوا، يقول لها طب تعالي نروح نعزل، نروح مش كلام غريب على المجتمع المصري. طب النهارده قانون الطفوله بيجرم الازاء بمصلحه القاصر. طب ايه المشاكل بقى اللي عندنا احنا في المحاكم؟ والزميل بقى هيكلمك من الصبح انا. طيب بس انت شايف ان التجريم هو الحل؟ ما هو ليه بقى يا وائل بيه؟ يعني النصح والارشاد والتوعيه كل ده ما جابش نتيجه. هقول لحضرتك بقى من الحالات اللي بنشوفها. عندنا مشاكل في النسب. طب اقول لحضرتك حاجه، في بقى ده برضو عشان انا جاي مع حضرتك في الحلقه، في وضع قانوني منتهى الغرابه. قلت الاستاذي واللي علمني القانون الدكتور محمود نجيب حسني، عندنا وضع ما يجيش الا في مصر، القانون المدني والاحوال الشخصيه ما بيعترفش بالزواج العرفي. خلاص كده؟ تمام. الزوجه اتزوجت عرفي زمان، وجا الزوج بقى اللي هي كانت متجوزاه عرفي، بيسموه زواج العرفي المسيار. جاء بقى الزوج ده وهي قال لها انت طالق، وضحك عليها جاب لها ورقه تاني وراح بلغ فيها بالجمع بزوج تاني. بص بقى الوضع ده هنا، واول مره حد يسيره عندك هنا. بقول هنا بقى القانون المدني يا استاذنا ما اعترفش بايه؟ وخلونا احوال الشخصيه، ما اعترفش ايه؟ بالوثيقه دي وبالورقه دي. تعالى الناحيه الثانيه بقى في القانون الجنائي، وانا سالتها الاستاذ الدكتور الله يرحمه يعتبرها هنا تجمع بين زوجين جنائي وتتحبس 5 سنين وتتبهدل اللي عندها اولاد. الله، يبقى ازاي بقى هنا الوضع القانوني هنا ما بتعترفش؟ ما كلها قانون. طيب. دوله واحده. فانت شايف انه عشان اغلاقا لابواب ال قبل سياسه البلبله والفتنه دي كلها لازم تجريم الزواج عشان بس نسمع ثانيه واحده بس. طيب. بس عايز اوضح قبل السياسه العقابيه، عايزين نعمل، احنا بنشوف بره في امريكا والغرب مدمن المخدرات بيعالجوه، نوعي الشباب ونعمل الراجل اللي اتجوز. انت قاعد بتوعي، ما الدكتوره امنه بتقول لك لم ولن. ما هو ما فيش. طيب. طب استاذه جنيت عشان بس نبقى هو شايفين التجريم هو الحل لان المجتمع بيخسر كثيرا بهذا الشكل؟ طيب مبدئيا انا ضد الزواج العرفي وضد مشاكله وضد كل الاثار المترتبه عليه من اهدار لحقوق النساء واهدار لحقوق الاطفال ناتجين عن هذا الزواج. بس احنا في 2014 صدر قانون لتجريم التحرش، هل اختفى التحرش؟ لا بس طيب قانون لا انا ما قطعتش حد، انا كنت مربعه ايدي والكل بيتكلم. ولا والمخدرات في عقوبه ولم تختفي؟ اختفت. لا. قانون الطفل بيجرم زواج القاصر اختفى؟ لا. طيب هنا العقوبات السالبه للحريات انا ضدها بكافه اشكالها. طيب ليه ما يكونش عندي
حلول بديلة غير الأداة العقبية والسياسة حكومة بابا وماما اللي بتمارس علينا كل الوقت. طب دكتورة أمنة نصير بتقولك إن لم ولن تجدي هذه الحلول المتعلقة بالتوعية والتحذير والنصح. دكتورة أمنة نصير لها تصريح في 2009 بتقول فيه إنه الزواج العرفي إذا اكتملت أركانه من ولي وإشهار فهو حلال شرعا حتى إن لم يوثق، وده كان سبب في زواج كتير جدا من القاصرات اللي بيعتمدوا على تصريحاتها. طب خليني عشان اتاكد منها في ده دكتور أمنة، هل حضرتك قلت ده وبالتالي يتناقض مع كلامك دكتور أمنة؟ طيب نحاول نجيبها تاني، لان تصريح مكتوب جوجل ما بينساش يا فندم. يعني جوجل موثق كل حاجه من هو الكلام ده مشهوره مظبوط يا استاذ بس زوائل. وده ترتب عليه بقى في عدم توثيق هذا الزواج. كلام حضرتك مظبوط شرعا لكن قانونا لازم يوثق. طب انا ليه بقى ما يكونش عندي اطروحات بديله للحد من ظاهره الزواج العرفي؟ زي انت لما بتيجي مسافر يا استاذ وائل ومعاك المدام اوروبا او امريكا بيدوها مع اماكن، انه الاماكن دي فيها تحرش او بلطجه او ممكن تواجهي فيها عنف جنسي في بعض الاماكن، ليه ما يكونش حملات توعيه؟ احنا زمان كان عندنا طيب عشان بس دكتوره أمنة عشان تعلق. دكتوره أمنة استاذ جنات بتقول ان في 2009 انت شجعت الناس على الزواج العرفي وقلتي انه حلال حلال حلال. ان لم يصدر مني انا سيده ادرك ما اقول واهتم بحمايه المراه وحمايه المجتمع منذ ان تكلمت في اي مكان، بل انا بعتبر ان لابد للزواج انه يكتمل له الاركان الايجاب والقبول وموافقه ولي الامر وان الاشهار والولي. دون هذا احنا كده بنغتاب في هذا المستقبل لهذا الوطن. ارجو ارجو وارجو ان المجتمع ينتبه بان هزه الاسره بهذه المصطلحات وهذا الدفاع الذي لا اساس له من الحقيقه في بعض الاحيان، ان احنا ارجوكم احموا المجتمع واحموا مستقبل المراه ومستقبل الاطفال الذين يضيعون في هذا التيه اللي فعل الكبار. اطروحات بديله يا فندم وقابله للتنفيذ. انا معاكي جدا يا دكتوره امنه وبايد اقتراحك جدا في انه لازم نشتغل على الحد من هذه الطريقة. هي بتقول لك يعني باطروحات بديله التوعيه، لكن يعني عندهم خوف انه ناس كتير تدخل السجن بسبب انها تضطر للزواج العرفي. اسمعها بس، عندما يعلن القانون الحازم الجازم الصارم سيرتدع كل انسان يلتف حول حقيقه المجتمع والاسره وبناء المستقبل الصحيح. احنا عندنا قانون تحرش يا فندم ومع ذلك احنا عندنا اعلى نسب تحرش. مش معناه ان انا هبطل القوانين الاخرى، لكن معناه ان احنا ندور على اطروحات بديله، لانه العقوبات السالبه للحريات ليست رادع. انا يعني مين هيبلغ حاله زي اللي الاستاذ قال عليها انه الاب والام هم اللي رايحين يتطلقوا، علشان مين اللي هيروح يبلغ؟ واقع والله. صحيح. طيب خلينا بس طيب عايز تقول حاجه بسرعه. مين هيبلغ؟ طيب ان احنا بنحمل مشكلات ومآسي قوانين الاحوال الشخصيه بنحلها بان احنا بنحد من الحريات الفرديه. يعني اولا قوانين الاحوال الشخصيه اللي بتبيح للراجل يتجوز، ما هي هتقولك ده مش حريه فرديه لانه اعتداء على حريه الغير. اوضح بس، واعتداء على المجتمع. قوانين الاحوال، المشكله في قوانين الاحوال الشخصيه وان ما فيش قانون يحمي النساء من العنف. يعني فكره الاطفال اللي قالت عليها الدكتوره واللي مرميين في الشارع، دي مشكلتهم ان احنا عندنا قوانين الاحوال الشخصيه بتخلي الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه ويرمي في الشارع، مش الزواج العرفي. الشريعه الاسلاميه. اشكاليه الست اللي بتروح تبقى متجوزه واحد 30 سنه فهو بيموت فبتاخد معاشه فبتضطر بعد كده تعمل زواج غير موثق اللي هو العرفي. أيوة. عشان تلاقي شريك لحياتها وهو ده حقها، عشان تاخد المعاش. المعاش ده حله في الاحوال الشخصيه، وده في مشروع القانون اللي مقدماه الدكتوره امنه، قانون الاحوال الشخصيه اللي هو فكره العائد المشترك. اولا المعاشات دي مش فلوس الدوله، لا ده جوزها اللي عاشت معاه 30 سنه كان بيدفع معاش اشتراك ليه، وهي كانت شريكته طوال ال 30 سنه،
فاذا المعاش ده مش هبه من الدوله ومش عطيه، مش ممكن الدوله. ايوه بس بينقطع اذا تزوجت. ما دي الاشكاليه بقى، دي لازم قانون الاحوال الشخصيه المطروح من المجتمع، فتضطر هي تقول للزوج القادم نخبط ورقه عرفي. الحل ليس بتقييد الحريات الفرديه لكن قانون احوال شخصيه يبيح بينظم التعدد عشان ما يبقاش عندنا اطفال في الشارع بيترموا لان في واحد ما مش قادر يصرف على واحده فبيروح يتجوز الثانيه والثالثه. لا اضبط ده، عايز تتجوز واحده ثانيه روح المحكمه. طيب استاذ عصام عايز المشرع البرلمانيين والمشرعين اسهل حاجه احبس الناس. ده مش حل، دي مش طريقه. طيب. احنا نحبس الناس. لا مش كده على فكره، احنا احبس الناس يا استاذ عصام، بقول لك ده اسهل حاجه يعني. يا استاذ القانون مشكله المجتمع، يا استاذ الفاضل القانون بينظم العلاقات بين الدوله والمجتمع. يعني انت دلوقتي لو مسكت اتنين انت متجوز، طب ما ممكن يقول لك لا انا مش متجوز. مش متجوز عرفي. هو يعني هو يعني تنسبه ده ازاي يا استاذ وائل؟ والنبي بس عشان ما نخش، تعرف في تونس لما منع التعدد الزوجات فكان يعني اذا ضبطوا اتنين فهو يقول لا انا مش متجوزه مصاحبها. صحيح. هنا انت جايز تدفع الناس كده يعني. لا 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 يا فندم، هو احنا بس عشان ما نخلطش الاوراق، اولا احنا بنناقش ظاهره اجتماعيه لها مردود سيء على المجتمع. صحيح. هذا المردود في فئه معينه وفي مراحل معينه، عشان بس ما نخلطش الاوراق ونيجي على صاحبه المعاش. الارمله دي مش مشكله على فكره، ومش عامله مشكله، لان زواجها شرعي طبقا للشريعه الاسلاميه على فكره، لان ما بتتجوزش في الضابط. لحظه يا فندم بس، والنبي الله يخليك لحظه، عشان بس ايه، احنا اولا القانون ده مشروع قانون استاذ الدكتوره، ده مشروع قانون وهيناقش وهياخد المساحه من النقاش، لانه بيمس قاعده عريضه من المجتمع. صحيح. فاحنا عشان ما نخلطش الاوراق ونقول ان 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 اللي هي بصاحبه المعاش الارمله، انا النهارده الجز في الجواز ان الاشهار ده رقم واحد على فكره، طالما في اشهار وفي طبل وزمر خلاص فلان اتجوز فلانه. لحظه يا فندم، الطفله اللي بتتجوز 14 سنه بطبل وزمر، فضل حضرتك وولي. فضل حضرتك هل هنا جوازها صحيح وغير مجرم ومسلم؟ اسمعيني بس، الله يخليك اسمعيني بس. انا جاي، انا هنقول لحضرتك والله والله هنقول لحضرتك على كل حاجه، لان انا من مجتمع ريفي وهنقول لك على كل اللي بيحصل على فكره. احنا وانا من المجتمع عارف. لا احنا عايشين بقى وسط الريف بقى. وانا والله انا على فكره كل المشكله، والدكتوره امنه وكلنا بنعاني من طبقه معينه في الزواج العرفي على فكره، واللي هي بتنتج بتجيب نتاج اللي هو النتاج السائد للمجتمع. ولكن في الحاله بتاعه ما احنا قلنا في حالات مختلفه. يا جماعه نيجي للقاصر اللي حضرتك بتتكلم عنه، يعني ضمان استمرار المكاسب الاجتماعيه بالظبط يا فندم. نيجي يا استاذ وائل للقاصر اللي حضرتك بتقول عليه. احنا مجتمع ريفي، مجتمع عرب. انا عندي بنتي 14 سنه 16 سنه وبسم الله ما شاء الله عروسه، وجاني عريس بحضرتك. وطبعا النهارده عشان تبقى عارف يعني ايه قولا واحدا، يعني ما عادش فيه الغصب بتاع زمان، ويقول لك ما فيش الكلام ده خالص. اولا بياخد راي بنته وموافقه، هياخد راي بس الله يخليك. انا بقول لحضرتك الواقع بقى، وده ما فيش منه مشاكل على فكره. لا ما فيش منه مشاكل. يعني مش هتجرموه؟ ليه؟ لا يا فندم اسمعيني، هتشيلوه من التجريب؟ يا فندم اسمعيني بس حضرتك. انا بقول لك ما فيش منه مشاكل ليه؟ لان البنت بتتزوج بولي واشهار وجايمه وشقه وكل حاجه. اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني. هي قادره غير مقبول تحتيا بس صرف النظر. بص يا استاذ، يا استاذ امين، يا استاذ امين، يا استاذ امين، لحظه بس. لا انا 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 والدتي الله يرحمها متجوزه 14 سنه، ده وخلفت رجاله. ما تقوليش بقى 14 سنه احنا مش عارفين ايش. طب بس هنا حاجه ثانيه خالص، هنا في اغتيال لطفولتها بس. صح. لا لا ده هيرفعوه من التجريم لانه على هواهم. يا استاذه، يا استاذه، يعني ايه على هواهم؟ يعني لانه شرعا جائز، لانه بولي وبزفه وطبل وزن. لا 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 يا استاذه، انما قانونا ما بين بالغين يجرم، والافعال غير يا استاذ جلال، 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 حق الطفل هذا الحق، هذا الحق. معلش انا ايه، احنا بنتكلم حق الطفل اللي انت حضرتك بتقول عليه ده، بنتي
مفيش اب مش ملكك. لا يا عم لحظه الله يخليك والنبي والنبي الله يخليك انت عياله جوه مش ملكيه. هو الملك مين؟ لا مش ملك مين هخاف على ملك ذاتها وبيبيع عياله يا اخي الله يخليك. طفل 14 رحم رحم طفل 14 سنه يشيل بس اتكلم يا جماعه كده لا شال يا ستي مش استاذ مجدي مش والله دي مجدي من مشاكل على فكره الملكيه. لا كلامك مجرد يا جماعه كده ثلاثه ما ينفعش تتكلموا. لا يمكن في العالم ان احنا نربي نشل على فكرة الملكية. الطفل ليس ملكي، ابني ليس ملكي، ابني ملك ذاته أولا وملك ماذا سيفعل لهذا المجتمع. تمام؟ فأنا مش حر التصرف فيه وأنا هعاقب اللي احنا محتاجينه. في الحقيقة محتاجين نعاقب الأهالي لما يستخدموا العنف الأسري ضد أولادهم. صحيح. محتاجين نعاقب الأهالي لما بيجوزوهم في سن مبكرة قبل الرشد. مش معنى ان انا اب معناه ان انا حته الجثه اللي جت في الدنيا دي بتاعتي بقى احرمها من التعليم واحرمها من اكتمال النمو. يا استاذ عصام بس عشان بس ايوه استاذ وائل والنبي والنبي الله يخليك يا جماعه. اصل ايه حقوق الانسان والكلام اللي احنا بنسمعه ده هو الله يخليك مش كويس. اسمعني بس مش كويس مش كويس الله يخليك. انا عندي ابني ابني اخطا وتقول لي العنف الاسري ما تضربوش. ابني اخطا نقول له متشكرين واتكلم في ايه؟ ما تضربوش. لا ازاي يعني ليه ما تضربوش؟ يعني ليه ما تضربوش؟ الدكتوره امال ايه؟ لا 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 يا جماعه لو سمحتوا بس لا 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 استاذ عصام بس يا جماعه لو سمحتوا. اصل انت عضو مجلس النواب فلما الناس دلوقتي تقول عضو مجلس النواب بيشجع على زواج القاصرات وضرب الابناء وعضو مجلس النواب بيشجع على ضرب الابناء. لا 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 انا بمنجر الواقع يا استاذ خطر خطر الواقع مش لحظه لحظه تصحح الواقع مش تمام. لحظه لحظه والنبي يا استاذ وائل احنا بنتكلم في ايه؟ احنا قلنا ان دي مشكله بتمس. لا بس انت قلت 14 سنه تتجوز ما تتجوزش ليه؟ انا فهمني بس. لا انا ما كنتش تتجوز انا قلت لك والنبي لحظه الله يخليك عشان يعرفوا يتكلموا. انا بقول لك ده واقع موجود واقع. انا بقول لك واقع موجود ما بقولش تتجوز. انا ما بقولش. طيب طب عشان دكتورة امنه بس انا مش هنطفي صلصنا في الرمل على فكره. طيب هو موجود دكتورة امنه افتح يا الدكتورة امنه بتجرم ليه؟ عشان النتاج السيء للزواج العرفي. لو سمحت انا عشان بس الواقع السيء علينا نعمل على تغييره مش قبوله. لا طبعا. طيب هاخد بس تعليق اخير من الدكتوره امنه عشان انا عارف ان احنا يعني تعبناه. دكتوره امنه هيبقى في اعتراضات بهذا الشكل يعني هنقول لك ما يعني كده هنحبس الناس والزواج العرفي بمثابه حل لمشاكل اجتماعيه كثيره يعني. اتفضلي. اتقدم به بكل التؤدة والمنطقيه والتعقل لان انا بنت هذا الوطن وبنت هذه البيئه. احنا مش عايزين ندافع عن الخطأ ان صح. امرأة ارملة عشان تاخد معاشها تدلس على هذا الزواج او ان انا اجوز الطفلة دي عشان اخلص منها وامن روحي منها. احنا عندنا امراض مجتمعية كثيرة لابد ان تدخل في اطار العلاج المنطقي الهادئ البعيد عن العواطف او البعيد ان انا اريد ان اكسب جبهة معينة او فئة معينة. ارجوكم مصر ممتلئة بكثير من الأمراض الاجتماعية اللي خاصة بالأسرة. نريد أن نصلح شأنها لأن الأسرة إذا اهتزت اهتز المجتمع بأكمله. أنا أريد أن أقدم للوطن أسرة قوية وأبناء أصحاء في بيت صحيح وبني بهم صحيحا. هذا ما أرجوه. اما مساله انت قلت سالت ما اعرفش ايه ولا انت نطقت دلوقتي إيه؟ لا دي مش طريقه. ده اصطياد كلمات ما يصحش تبقى في قضية مجتمعية يبنى عليها مجتمع ومستقبل أجيال. أرجوكم خذ المسألة بنوع من التؤدة ونوع من الدراسة الحقيقية ونوع من الهدف الذي نسعى إليه جميعا. والسلام عليكم وتصبحوا على خير. بشكر حضرتك وهطلع بس ما يهمش فاصل وبعدها نعلم معاكم يا جماعة القضية حتى وإن كان عنوانها الزواج العرفي لكن هي بس مش اللي في تخيلك إن في واحد بيحب بنت فبيروح يتجوز عرفي. لا في أشكال مختلفة زي ما شفنا دلوقتي كبار السن بيعملوا ده عشان للحفاظ على المعاش. ده أحيانا كمان بيضحوا بالزواج المستقر علشان الطلاق هيجيب فلوس اللي هو بياخده.
كمان بيتم استخدامه في زواج القاصرات. طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ هل التجريم الناس تدخل السجن هو ده الحل ولا لا لابد ان تكون الحلول اجتماعية فقط؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نناقش قضية الزواج العرفي بعد تقديم مشروع قانون في مجلس النواب بهدف تجريم هذا النوع من الزواج. تجريمه يعني فيه عقوبات قد تصل إلى الحبس. تعالوا قبل ما نكمل مناقشة نشوف بعض الحالات اللي بتحصل اللي بيحصل فيها الزواج العرفي علشان تزويج القاصرات. يعني في ده قطاع كبير من العائلات في الأرياف وفي في المدن حتى يلجؤون إلى هذه الوسيلة. هنشوف نماذج مختلفة يعني، لكن تعالوا نشوف أولا هذا النموذج. اتجوز بنتك عندها كام سنة؟ 13 سنة ما كتبناش عليها واتطلقت واتجوزت تاني. الجواز بيدير عن طريق ورق، ما فيش كتابة رسمي عن طريق ورق، بنروح للمأذون بيكتب على ورق كده وخلاص. أنا عندي 52 سنة أو 55 سنة، اتجوزت مرة تانية عندها 12 سنة ومجوز بناتي نفس الطريقة، وفي بنات منهم متجوزين عربي لما بتبلغ السن اللي هو 18 بنروح نكتب كتابة، ودي يبقى حرام. مثلا انا بنتي اجى مثلا عندها 16 سنه او 14 سنه وبلغت للجواز، من حق اجوزها، من حق اجوز بنتي، مش من حق ان انا استنظر لغايه ما تيجي 20 سنه ويبقى خلاص القطر عداها. احنا عندنا كده في الارياف. اول المشاكل دي اللي بتقابل الزوج والزوجه اللي هو تسجيل الاطفال مثلا بيكون في مشكله بالنسبه للابناء، طبعا بيواجهوا صعوبه كبيره. ده ممكن كان في ناس فعلا يعني كان يكتبوا اول ما يولد من كتر الصعوبه اللي بيواجهها باسم جده الولد، لان بيكتب بعد ما بيتولد، ممكن بعد ما الولد يكون امه وابوه وفوا السن ان هم القانون اللي يروح يكتبوا بيه، بيكون الولد عمره سنتين وثلاثه وممكن اربعه، فبيواجه صعوبه كبيره. وفي كانت عيال فعلا بتقعد طول عمرها باسم الجد. احنا بنكتب عرفي وبيسجل عرفي، وبعد ما بنتوافق في السن القانوني بنروح نسجل في المحكمه نفس العقد العرفي ده، بروح نسجل في المحكمه وبنكتب تاني كتاب رسمي بناء على العقد العرفي بنفس الصيغه بتاعه العقد العرفي. نسبه الجواز العرفي هنا بتعدي 80% الا من رحم ربي. بمعدل في الشهر بنكتب 5 أو 6 أو 10 كتابات عرفي وبنتمم الزواج وبنحتفظ بورقتين. الورقتين دول لا قدر الله يجي اجل الزوج هيبقى حالنا ايه؟ بنخش في حسبه تانية قانونيه، بدي اروح المحكمه واثبت انها اتجوزت واجيب شهود واعمل فيلم طويل عريض لما اثبت صحه الزواج. طب حامل وولدت مش بقدر اثبت الجنين الا لما اجيب قرار المحكمه باثبات صله النسب. طيب دكتورة صافينا، طب هل انا لو انا عملت تجريم للزواج العرفي هاغلق هذا الباب؟ لا مش هيغلق. ليه؟ لانه احنا عندنا ثقافات مختلفه متعدده والتنوع. بحيث ايه؟ احنا عندنا امراض نفسيه واجتماعيه يا جماعه موجوده وظهرت في الفتره الاخيره كتير قوي، فاحنا مش عاوزين، لا عايزين نجرم وفي نفس الوقت عايزين نحمي الشعب ده مما هو عليه. عايز اقول لحضرتك يا استاذ وائل ان معظم اللي بيجولي عندهم مشاكل نفسيه وعقليه اساسها اب وام ما عرفوش يربوا. وحضرتك ده انا مكان في اماكن كتير جدا، وفي بنات انا بشوفها في المستشفيات جايلها انهيار عصبي لانها زواج القاصرات.
اتجوزها خطفها وهي مش فاهمه حاجه، فجالها انهيار عصبي والبنت عقلها راح. فدي في مشكلات يعني كتيره. ما عاشتش طفولتها، هنا بنقل البنت من مرحله يجب ان تعيشها وهي الطفوله الى مرحله ثانيه. في نقطه مهمه جدا، احنا مش هنعرف نغير حاجات كتير في مجتمعنا، انا مدركه الكلام ده. ايوه بس لازم انزل. الدكتوره امنه بتقول الحل، نصحنا كثير، احنا هنقول الردع ده ردع الحبس هيخوف الناس. هيخوف الحبس، هيخوف الناس مش هيعملوا ده. لا في البوليس هيحد لا مش هيعلنوا ان هم عملوه، مش هيعملوه. وهتتواطأ معاهم الشرطه والناس على ان هم يفلتوا. وفي حلول في الحقيقه، ان الدوله في الاصل متواطئه مع الثقافه دي. ليه متواطئه مع الثقافه دي؟ لانه في القانون هي نصت على عدم توثيق عقد الزواج، ما قالتش ما تتجوز. القانون نص على عدم توثيق عقد الزواج. مادة 17 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 قال عدم التوثيق اللي هو الجواز عند مأذون رسمي. نفس المأذون الرسمي ده هو اللي بيكتب ورقة العرفي مؤجلة الى ان يكبر، زي ما اتقال في التقرير. ده الراجل بيقول لك 80% من قريه واحده. ليه بقى؟ والمأذون هو اللي بيكتب الورق على الارض. المأذون هو اللي بيعمل ده. استاذ على فكره مش هكمل لحضرتك بس. اصل قاصرات اشمعنى 14 سنه؟ على فكره اللي بيعمله المأذون اللي حضرتك بتقول عليه ده بتبقى 17 سنه مثلا، فاضل شهرين وفاضل لها يوم شهرين بتاع فاضل لها ساعه حتى مع اليوم جريمه. انا ما عنديش قبول ابدا لزواج القاصرات تحت اي شرط. الله تمام. الفكره هنا فين؟ الفكره العيب فين؟ مش بس في ثقافه، ده الدوله دي متواطئه. طب ما بقول لك يبقى تجرم العرف. حضرتك لا ثواني، انت جرمت الختان. الختان خلص. اخلص جمله مفيده. لا لا اخلص جمله مفيده. اخلص جمله. اخر جريمه ختان حصلت يا جماعه، حصلت في وحده صحيه تبع للحكومه. اخلص جمله مفيده. تصرف فردي يا استاذ. التواطؤ هنا منبعه انه الدوله لم تجرم زواج القاصرات، هي منعت توثيقه لكن سايبه له الباب مفتوح. واحضرت حقوق المرأة والطفل في اثبات النسب. لانك هتحبس الاب، هتحبس الام. لا لان المفروض القاصر ما تتجوزش يا استاذ محمد. تجرم المفروض بقى ما تتجوزش. لما تجرم المأذون اللي هيكتب ده انا هحوله للنيابه. هيدخلك في التناقض بين الشرع والقانون. هيقول لك شرعا البالغ. هنا اللي بنحكم فيه في تفاصيل الشرع. في الحقيقة لما قال نتزوج، حتى الدكتورة أمنة وهي بتتكلم على مثال زواجات الرسول، هي الدكتورة أمنة بتقول إنه زواج الكفار ليس شرعيا. احنا أصلا ما عندناش سن للجواز في الأديان. يعني أنا مش متخصص دين، بس أنا لما المجتمع ده يقرر إنه هذا العمر هو المناسب للزواج عليا ان احترمه شرعا. طيب استاذ عصام، علشان بس نقطه الجزء الثاني بقى كمان. احنا عندنا بعض القرى في الكارثه الاكبر ما بيعملوش الورقه دي اصلا. ورقه العرف دي اللي احنا عاوزين نلغيها ما بيعملوهاش اصلا، وبيجوزوا ولادهم لانه العائلات بيبقوا عارفين بعض بالكلمة. وبيعملوا فرح وشفه بالكلمه، ويوثق بعد 18 سنه. يبقى عندها 3-4 عيال. الحالات دي بقى عندنا ساعات، لان اعمارنا بيد الله، انه الزوج بيموت ويسيب لها طفل او يسيبها حامل، فهي خلينا ناخد الدكتوره هبه هجرس. عرفت الجزئيه دي من عضو مجلس النواب. دكتوره هبه اهلا بيكي. اهلا بحضراتكم. انا الحقيقه مستمتعه بالنقاش المختلف بجميع جوانبه ونواحيه، لان ده انما عن ان احنا فعلا بنعمل توعيه كامله الاركان، الراي والراي الاخر مطروح، وده شيء الحقيقه لقاء قوي جدا بهنيكوا عليه. الله يخليك يا دكتور. متحمسه لفكره الدكتوره أنا نصير، كانت معايا وبتقول لا حل الا بتجريم الزواج العرفي، لاننا نصحنا كثيرا، حذرنا كثيرا، ولكن للاسف ما زالت ابوابه مفتوحه بشكل كبير. يعني طبعا انا مع تجريم الزواج العرفي، ولكن ايضا مع التوعيه. يعني فكره التقرير اللي اتعرض دلوقتي وفكرة الكلام واللقاءات ببنات أثر فيهم زواج القاصرات وقضى على مستقبلهم، وفكرة إن إحنا نقابل أولاد ناس متجوزين بورقة عرفي في حين إن هم أصحاب أسر. أنا شايفة الحقيقة دور التوعية مع دور التجريم، مع دور إن إحنا نعمل توازنات لكل اللي إحنا بنقوله ده،
أنا شايفة أن احنا فعلا هنبقى قادرين على تغيير الثقافة والوصول فعلا أن احنا نؤثر في خفض هذا الزواج لأقصى درجة. ومع الوقت أعتقد أن أنا متفائلة أنه يختفي، لأن لما نيجي نفكر هل هو الزواج العرفي ده بيضيف مصلحة لل يعني مع اختلاف الآراء اللي مطروحة إيه الهدف منه؟ بنوصل لإيه؟ المجتمع بيستفيد إيه؟ أنا الحقيقة شايفة إن اللي بيطرح وجهة نظر الثقافة أو العرف السائد ما ادانيش إيه المكاسب اللي بتنتج عن هذا الزواج. يعني الفئات اللي بتسعى إليها، إحنا قلنا في مجموعات مختلفة، في مجموعة بتحاول تحافظ على المعاش، معاش الزوج اللي هي المكاسب الاجتماعية المادية يعني. أنا بتكلم الحقيقة عن المكاسب الاجتماعية. وزواج القُصّر بيحتاجه، لأنه الأب زي ما سمعت حضرتك بيقول لو في عريس لبنتي وهي عندها 12 13 سنة 14 15 هجوزها، لأنه خايف من المجهول، وثانيا عايز يزيح الأعباء المادية والمعيشية يعني. طيب إذا سمحت أنا عايزة أجاوب عن النقطتين دول. أول حاجة الحقيقة لما بنقول المكاسب المادية، أنا عايزة أشوف أم وأب واقفين قدام أولادهم متطلقين قانونا ورقيا وقدام أولادهم واقفين يقولوا لهم أصل إحنا بنحافظ على المكاسب المادية، إيه المكاسب والتربية اللي بيربوها لأولادهم إذا كان هم بيبيعوا العلاقة الأسرية والاستقرار الأسري أمام الماديات، بينتظروا يعلموا أولادهم. أما حزن مشوه، هما بيبعوهاش من أجل الغنى يا دكتورة، بيبعوها لأنه إحنا عندنا أزمات ليها علاقة بقوانين التأمينات وليها علاقة باستقلالية مال المرأة. هما ما بيعملوش ده عشان يكونوا ثروة ويشتروا لهم فيلا مثلا، مش لاقيني أكل، ما بيعملوش ده أصلا عشان يكملوا يعني هي الصهر. بتعمله يا دكتور هنا عشان مش لاقية تاكل، فلو ضاع منها المعاش يعني هتضيع. ومين قال ان الزوج والزوجه يا جماعه هيعلنوا لاولادهم؟ ونغير القوانين التامينات مش نجرب الجواز العرفي. معلش معلش، انا بتكلم ببساطه على امام الاسره الصغيره بتاعتهم. يعني انا مش بقول ان هم عايزين فيلا او عايزين عماره، احنا كلنا متفقين ان الناس بتلجأ لهذا هذه الصور من الجوازات لأسباب ولأخرى. ولد وبنت بيروحوا يتجوزوا عرفي لأن هم مش عارفين يتجوزوا عشان الإمكانيات، ويجيب شقة ويجيب كل ده. احنا متفقين عن الماديات بتلعب دور أساسي، ولكن أعتقد أن لو أب شاف تقرير عن بنت عندها 14 سنة بتولد وكل عظمها بتكسر بتاع الحوض، انا لا اعتقد ان هو هيجرؤ الكثير من الاباء ان هم يحطوا بناتهم في هذه المآزق. ولو احنا شفنا بنت بتتكلم عن انها اتجوزت جواز عرف ونتج عنه طفل والولد هرب احنا كنا بنحب بعض والقصص دي كلها، لو شفنا طيب. مع احترامي لحضرتك الجزء التوعوي بس ما بيفيدش في الأزمة دي. وهديكي مثال، الجزء التوعوي اللي بنقدمه للهجرة الغير شرعية بالغرق في المراكب تاني يوم الصبح، وفي نفس الوقت وهو بيتفرج على الحلقة بيعمل فلوس لابنه عشان يركبه المركب اللي جاي. الفكرة انه الناس بتتعامل بالمعنى الشخصي للحالة، بيقول ببساطة انه دي أزمة سعاد، لكن بنتي ياسمين مش هتمر بنفس الأزمة. احنا محتاجين جنب التوعية يبقى عندنا قوانين لها علاقة بتجريم زواج القاصرات تماما، مش بس توعية. التوعية لها علاقة بإضافة ثقافة جديدة ومفاهيم جديدة، لكن اللي هيخلي الأب يتراجع عن فكرة تجويز بنته أنه هو هيتعرض لعقوبة في الحقيقة، إلى جانب أنه ما عندوش باب خلفي للموضوع، ما عندوش مأذون. عشان ما أنا محتاجة قانون. دكتورة هبة قبل ما أبدأ مع حضرتك قولي لي التجريم بقى أنه الذي قد يصل إلى حبس المتزوجين عرفيا أليس قاسيا ذلك؟ الحقيقة أنا قلت من الأول أنا بجمع ما بين التجريم والتوعية. أنا لم أقل توعية فقط، لأن السيد اللي كان بيتكلم دلوقتي بيقول إن أنا بتكلم توعية فقط.
أنا الحقيقة ما بقولش إن ده بيختفي فجأة، أنا بقول ببساطة هو بيقول إن إحنا بنعمل توعية للهجرة الغير شرعية وتاني يوم في أسرة بتعمل كده، لكن ما هوش حاسب كام أسرة بتترعب إنها تلم فلوس لأولادها عشان ترميهم في المراكب عشان يموتوا فيها. لما أنا بقول إن أنا بعرف فيلم توعوي عن بنت حوضها بيتكسر وهي بتضع طفل لأنها قاصر، ده مش بقول ان انا بمنع ده فورا او ان الناس بتتوعى كلها، ولكن في اعداد كبيره بتقلق وبتخاف وبتمتنع، ومع الوقت هوصل ما بين التجريم والقانون والتوعيه ان انا هرسخ في ذهن الناس يا جماعه طيب. حطوا دايما البديل الاسوأ وانتوا بتعملوا هذه الجرائم. بشكر حضرتك يا دكتورة، ونشوف نشرك الناس العاديين معانا يا جماعة. أنا عشان الموضوع ما يتبس على المشاهد عايز أوضح نقطة. دكتور سمير من القليوبية، نشوف نشرك ناس بسرعة معانا كده. دكتور سمير اتفضل. مساء الخير يا أستاذ وائل. اتفضل اتفضل دكتور سمير. طبعا أنا بشكر حضرتك على نقاش الموضوع ده لما لهم من أهمية كبيرة جدا جدا، ولكن لي ملاحظات بسيطة عايز أقولها لحضرتك. اتفضل اتفضل. أولا احنا عندنا مشكله كبيره ان احنا دائما لما نتعرض لمشكلات مثل هذا الحجم، مشكله مجتمعيه كبيره جدا وليها اضرار كثيره جدا اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه حتى الاخلاق في المجتمع نتاج هذه الانواع من الزيجات والاطفال اللي بنشوفهم ملقوش اللي يربيهم، وكل ده في النهايه بنصدر قانون ونناقشه بدون اي ارقام او احصائيات. الفرق بيننا وبين الغرب يا فندم لما بتحصل ظاهرة اجتماعية، وانا عشت في دول كتيرة في اوروبا، بتبدأ مراكز ابحاث تشتغل فترات طويلة يدرسوا المجتمع بيعاني من الظاهرة دي باي شكل، باي فئة عمرية، باي منطقة جغرافية، ايه الطبائع والتقاليد، ايه الاديان والشرائع اللي بتحكم، وياخدوا الموضوع ويبداوا يعملوا له زي ما بيقولوا سيجمنتيشن. احنا النهارده بنناقش يا اما نجرم بقانون، انا شايف القانون ده هيبقى له اثار سلبيه كثيره جدا، لان ايه اللي انا هعمله؟ انا جرمت فالناس مش هتقول ومش هتعرف ومش هتبلغ، اذا اللي انا مش شايفه كدوله وكمجتمع هيزيد اكتر، ولما هشوفه هشوفه في ظاهره جديده قد يكون النهارده كل الناس اللي بتتكلم مع حضرتك مش مقدرة ممكن يحصل ايه. وهندي مثال صغير، لو انا مش مجرم زواج القاصرات ونرجع بالسنين ورا شوية، كان كل الزيجات في المجتمع المصري شرعية مدنية قانونية معلنة موثقة، حتى لو كانت البنت صغيرة فكانت متشافة من الدولة من القانون من المحاكم من شهر عقاري. لما رفعت سن الزواج وانا ما درستش المجتمع الريفي المجتمع العربي وما خدتش ده في عين الاعتبار، ايه اللي حصل؟ بيزوجوا الاولاد بدون توثيق، فنتج عندي ظاهره اسوأ، بدل ما انا خايف على البنت الصغيره والحوض اللي هيتكسر، لا ده ما بقاش ليها حقوق، لو زوجها توفى قبل التوثيق ملهاش اي معاش ولا ضمانات، والناتج من هذا الزواج اصبح ابناء بدون اوراق رسميه. طيب. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك احنا دائما نلاقي اصوات كثيره في الاعلام بتطلع، وانا بحييك تاني ودي مش مجامله، حضرتك اعلامي محترم جدا بتناقش مواضيع مهمه جدا جدا جدا. الله يخليك. بنلاقي ناس يتشبهوا بالغرب، وسامحني في اللي بقوله ده، وفي ناس بتبقى كتير واضح عليها، وهو عاش مع الغرب، ما عاش في وسطهم وشاف الناس دي بتفكر ازاي. هي مش فكره البنت وحقوقها وهي ليست ملك لابيها، لا يا فندم، في السويد بيجرموا الاب لو ضرب ولاده، بس الموضوع مش كده، ده الموضوع بيجي اخصائي نفسي ويعمل جلسات مجتمعيه في البيت ونروح. احنا لسه ما وصلناش لده. النهارده لو انا جيت الصبح منعت الاستاذ وائل انه يشخط في ابنه او يقول لبنته كده غلط وما تعمليش كده عشان يبقى غربي او يبقى متحضر، فيحصل ما لا يحمد عقباه. احنا مجتمع شرقي لينا تقاليدنا لينا عاداتنا لينا ديانا اللي بتحكمنا، فاللي انا عايز اقوله يجب دراسه الموضوع ده من مراكز بحثيه قبل ما نطلع بالقانون. شكرك يا دكتور سمير. استاذ مؤنس من كفر الشيخ اتفضل. استاذ مؤنس. ايوه يا فندم. الو اتفضل.
اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ وائل. اول مره نتكلم مع حضرتك. ده يسعدني ان شاء الله, الله تكون دايما مش اخر مره ان شاء الله. الله اتفضل. دلوقتي انا شايف يعني انه هو الموضوع له موضوع توعيه ولا تجريم ولا اي حاجه. انا شايف يا فندم انه الموضوع كله في الماده الثانيه اللي في الدستور, هذه الماده اللي هي عقبه في تطور هذا المجتمع. احنا عايشين حياتنا كلها اصل وصوره, اصل وصوره. يعني بمعنى انه الماده الثانيه اللي هي بتقول ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع, هي دي يا فندم, هي دي اصل المشكله. اصل المشكله ليه ليه؟ هي ما هي الشريعه ما هي الشريعه, ده هي مش شريعه ربنا, دي شريعه فقهاء. هؤلاء الفقهاء في زمانهم حلوا مشاكلهم وقالوا ارائهم وحلوا مشاكلهم وحطوا قوانينهم. احنا النهارده في وضع احسن, لان الفقيه كان بيقول رايه لوحده وده فقيه بيقول رايه لوحده. احنا النهارده عندنا مجلس الشعب وعندنا برامج زي برامج حضرتك وعندنا حوار مجتمعي. احنا شرعنا اللي هو قانوننا اللي احنا بنحطه, قانوننا هو شرعنا اللي احنا. ايوه ما هو لما يقول بحيث القوانين تتطابق مع انا معاك. انت بتتكلم يعني اللي انا فهم, انت شايف ان في تفسيرات مطاطيه مختلفه للشريعه بتودينا في متاهات. يعني احنا عندنا 90 مليون فقير. يعني مثلا يا فندم بعد اذن حضرتك, لما نقولوا ان الزواج ايه مثنى وثلاث ورباع, لما تيجي تشوف الفقهاء واحد قال واحده بس, والتاني قال اثنين, الثالث قال اربعه, الرابع قال اثنين وثلاثه واربعه يبقوا تسعه, الرابع ولا الخامس قال ده انت تتجوزه زي ما انت عايز تتجوز. ده لا هو بيتكلم على انه في 90 مليون فقير. التفسيرات المطاطيه يعني يا فندم, احنا شرعنا اللي احنا نحطه واحنا بنشارك كلنا ده مجتمع. طيب بشكرك استاذ علاء من المنيا. اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا استاذ وائل؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ارحب بالساده الضيوف الكرام. بيحيوك. اتفضل استاذ علاء. اتفضل. انا احنا ان شاء الله عايزين نغير الفكره دي. سهرات الجواز العرفي دي خطر جدا يا استاذ وائل على الشباب والبنات. ليه بقى خطر؟ ليه خطر؟ المجتمع كله اكيد يا باشا خطره بالنسبه, يعني هتدخلنا في متاهات كبيره جدا. عشان كده احنا عملنا في المنيا في الصعيد في مركز العدوى ومغاغة حمله اسمها حمله تخفيف اعباء الزواج بمركز العدوى ومغاغة. دي استثناء تيسير امور الجواز يا استاذ وائل, بحيث الشاب يقدر انه ما يفكرش في تريات انه يخش في الجواز العرفي بعدين, يحس انه يبقى في امل قدامه مش اكتر. فاحنا حبينا ان احنا نعمل الحمله دي, استثناء الحمله دي لتيسير امور الزواج والتوعيه للشباب. ونطلب من سيادتك ان تدعو كل رجالنا واهلنا في مركز العدوى ومغاغة من طريق, وانتوا اكيد هتوصلوا لنا حاجات كتيره, ان انتوا تدعوا كل الناس للتيسير في امور الجواز, وعلى الاب والام ان هم ما يبيعوش بناتهم. انت بتطلبي ذهب كتير بتصعبي على الشاب الجواز, فبضطر الشاب بيخش لطرق عده, يعني الجواز العرفي او حالات الزنا. فاحنا يا استاذ وائل بنطلب من سيادتك ان انت تدعو الناس للتيسير في امور الزواج. والزواج العرفي فعلا منتشر عندك في ال يا استاذ وائل؟ حالات عرفيه كتيره وحالات اغتصاب كتيره. ده هروبا من تكاليف واعباء الزواج. يا استاذ وائل احنا عندنا شباب كتير. احنا عندنا يا استاذ وائل في مركز العدوى ومركز مغاغه يا استاذ وائل اقل واحد بيجيب 150 جرام يا استاذ وائل, اقل شخص بيجيب 150 جرام. انا هقدر اجيب 150 ولا هشطب شقه ولا فرش ولا غيره؟ 150 جرام ده انت بتقول يعني ان الاسراف في المطالب بهذا الشكل بيقسم ظهر الشباب, فبيخليهم يلجؤون الى البوابه الخلفيه يعني. يا استاذ وائل بيسد الطريق يعني الرسول حثنا على ذلك, يستر ولا يعني الرسول حثنا على ذلك ان احنا نسر في موضوع الجواز وكده, بحيث ان الشباب تقدر انها تتجوز ونسبه الانوثه تقل ونسبه حالات الزنا. في حالات زنا كتير في مركز الزنا. شكرا. طيب مهندس خالد من القاهره اتفضل. وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا تحياتي ليك يا استاذ وائل وبرنامج الجميل اللي انا بتابعه كل يوم، وده حاجه كويسه وجميله وكل المجتمع كله بيشوفه. الله يخليك برنامج حضرتك. الله يخليك. وتحياتي طبعا لكل الضيوف اللي عند حضرتك. اتفضل. بالنسبه لموضوع الزواج العرفي، طبعا هو موضوع شائك وموضوع يعني محتاج طبعا حلقات كتيره، ولكن انا ضد موضوع الزواج العرفي. وطبعا احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان الدكتورة امنة يعني راح قالت حاجة يعني انا لفت نظري، وده خطير جدا، ان نسبة الطلاق في مصر لما تكون في المركز الاول دي مشكلة كبيرة جدا. وطبعا كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في مؤتمر الشباب كان اتكلم عن موضوع حد الطلاق في مصر. انا بتضامن مع صوت الرئيس وصلنا ل 44% يعني بنقترب من النصف. طبعا طبعا يا استاذ وائل، عشان كده انا بطالب رؤساء مجلس النواب اعضاء مجلس النواب والشيوخ ان يكون في عمليه توعيه للمجتمع بالذات الرجل والمراه، يعني مثلا الشاب اللي هو بيبقى قادم على الزواج او البنت اللي هي قادمه على الزواج لابد من حته ان احنا نعرفهم ايه معنى كلمه الزواج وايه معنى كلمه المسؤوليه، لان خلي بال حضرتك لما يكون نسبه الطلاق عاليه جدا ده بيأثر نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. فأتمنى إن شاء الله يعني في الفترة اللي جاية مع وزارة التضامن الاجتماعي. طيب بشكرك. طيب بسرعة أستاذ نبيل بالدقهلية قبل ما أخد الاستوديو تاني. اتفضل أستاذ نبيل. اتفضل. عليكم أستاذ وائل. أهلا بيك. اتفضل. أنا سعيد لما أكلم حضرتك وتحياتي لحضرتك وللضيوف. الله يخليك بيحيوك. أنا مش عايز أقول بقالي سنتين بحاول أعمل مداخلة مش عارف. سنتين. سنتين. ما كلمناك إحنا. والله بصدق. والله بصدق انا راجل عجوز يعني عندي 63 سنة. ربنا يديلك الصحه وطول عمره ويسعدنا دايما. انا حر في المنصوره. والحقيقه انا تحياتي للدكتورة امينه. امنه كل من يجتهد في انه يعمل عمل محترم لصالح مصر. انما قبل هذا يا سيدي الفاضل يعني خلينا نتكلم في السيده التي تتزوج وتربي اطفالها وتبلغ من العمر 50 او 55 سنه ويجي الزوج يتزوج عليها ويرميها في الشارع. دي مسألة محتاجة حل سريع. خلينا حضرتك من خلال الواقع العامل اللي بنعيشه خلينا نشوف أحكام النفقات اللي بتصدر ثم بعد ما تصدر لا تنفذ وترفع دعاوى حبس ولا يمكن العثور على الزوج عشان حبسه في دعاوى النفقات. المسائل فيها حاجات أهم من الكلام دلوقتي. مسألة حبس الزوج منفردا في قضية انه يتجوز عرفي دي مسألة لا يمكن ان تستند الى ايه؟ الى قانون. تتقنن ازاي؟ اذا كان في عندنا طرفين ايجاب وقبول، الزوج طلب الزواج والزوجة وافقت. الدكتورة امنة بتقول ان الطرف المتهم بيكون الرجل مش الست. لا يا باشا لا حضرتك معلش مع الطرف الثالث لو الزوج قاصر. انا لا القاصر القصر لهم احكام خاصه، انما انا بتكلم لان معظم حالات الزواج العرفي بتبقى مع الكبار السن 40 50 اللي زوجها توفى وعايزه تحتفظ بمعاشه. طب ما تخلينا حضرتك نشوف ما هي الضوابط. اولا الزوجه اللي زوجها توفى وعايشه بمعاشه دي نشوف نعمل لها ايه الاول، لانها ممكن تتجوز واحد برضه معاشه على قده فلازم معاشها ده عشان تتجوز وتعصب نفسها. ما دام تبغي رجلا في الحلال لازم نشوف نعمل لها ايه. المسألة كده مش مستمع على اطلاقها. الحفاظ على مال الانثى. بشكرك الف شكر. هاخد طيب استاذ طارق من هنا ما يهمش. استاذ طارق اتفضل. اول زي اهلا بيك استاذ طارق. النقاش ساخن وجميل جدا ويعني مفيد بصراحة. الله يخليك استاذ طارق. الله يخليك. اتفضل. التوعية يا بيه عندنا في الصعيد وفي الأرياف زي ما يكون بيتفرجوا على تمثيلية. يعني فاكر أيام انظر حولك وبرامج كريمة مختار وبتاع كانت الست تتفرج على البتاع ده وتدخل تضحك وتدخل تخلف. يا
يعني والله لا هو يعني حسنين ومحمد شوف تنظيم الناس لو تدخل تجي تخلف 9 و10 كأنها بتتفرج على تمثيلية يا وائل بيه. لازم قوانين لازم قوانين ولن نرتدع الا ست ثانيه فاتحه الميه والحنفيه وانت فاتح الحنفيه جوه بقول لك كانوا يتفرجوا يقول لك شايفه مدام كريم امبارح قالت وتدخل تخلف يعني فانت يعني عايز تقول يعني ان التوعيه الناس بتتعامل معاه يعني بتاخد من هنا وتطلع من هنا يعني وكانه بيتقال موضوع انسى وكانه مش عليهم الموضوع مش تبعهم لازم انت شايف القانون الحبس هو الحل للتجريم انا مع الدكتوره امنة 100% لابد من قانون رادع التوعيه بقى لنا 30 سنه بنعمل توعيه لحاجات ولا فائده طلب توعيه يعني اتجوز عرف يدخل السجن يا استاذ طارق يعني يا وائل بيه خلف القانون يدخل السجن المظاهر الاجتماعيه اللي احنا بنشوفها دي دلوقتي المشرده واللي مش لاقيين ياكلوا واللي بتاع والراجل اللي يجي يتجوز شهرين ثلاثه ويسيبها ويروح طالع جاري مروح بلده يا بيه ده في قرى بتتاجر في بناتها ده وفي وفي ناس سماسره في الكلام ده يقطعوا الشهر اللي فات وتجوز الشهر اللي بعده طيب بشكرك في الصالة استاذ سامي عشان ناخد هنا ناخد بس على قبل ما اطلع الفاصل قول لي بسرعه كده طيب انت شايف ان دي ظاهره بالفعل منتشره وبالتالي يعني لان البعض ممكن يقول لك يعني احنا سيبنا كل حاجه فشايف ان الزواج العرفي لا قضيه بتدخل فيها قضايا كتير ومهمه ولا بد من استئصالها نتائجها كمان سلبيه على المجتمع يا استاذ وائل لان معنى كلمه الزواج العرفي والساده يعرفوا وكل المشاهدين يعرفهم ان زواج سري مفيش زواج عرفي معلن على فكره مفيش زواج عرفي في مصر معلن ربنا حضرتك فده طالما سري واللي بيخفي حاجه ده عارف ان هي مجرمه على فكره او مخالفه للواقع او للطبيعه فيعني ايه معنى زواج عرفي معنى ان دي حاجه مخالفه ده رقم واحد رقم اتنين احنا عايزين نعرف ايه اللي ادى لانتشار ظاهره الزواج العرفي براحتك طبعا المغالاه في المهور والزواج النهارده بالنسبه للشباب مرهق جدا فدي طبعا برضو عاوزه توعيه ان احنا برضو حته المهور والذهب النهارده زمان يمكن الاستاذ وليد الاستاذ وليد بيقول لك في تنامي في عمليه الزواج ليه زمان من 30 40 سنه كان عندنا في الريف الـ 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 الواحد بيتجوز في اوضه اوضه في بيت العيله حضرتك النهارده لازم شقه لازم شرط اساسي لازم شقه ثلاث غرف وتتفرش ايوه العروسه لازم تيجي ب 10 عربيات محملين وطبعا الاب بيمضي ويخش السجن عشان واخد فالقصص دي طب ما انت الشاب هنا يقول لك قبل ما تحبسني حل لي المشاكل دي ما المشاكل دي ايه ماشي ما المشاكل دي اصنام غير قابله للتحطيم لا لازم يبقى في توعيه المغالاه في المهور ومغالاه في الزواج دي برضه عايزه الشعب لان النهارده المشاكل يا استاذ وائل مردودها سلبي على المجتمع ككل فمعنى احنا بنتكلم دلوقتي في زواج عرفي زواج سري لازم يجرم بس يجرم بايه بضوابط مش طيب عشان اخد بس عليه كده وتعليه كده اتفضل بشكل اشمل احنا مش بنخترع العجله احنا مجتمع عنده مشاكل اجتماعيه في الجواز والطلاق والعنف ضد النساء لسبب بسيط ان احنا عندنا منظومه تشريعات الاحوال الشخصيه اتعملت 1920 كانت بتحكم علاقات جدي وجدتي فاحنا محتاجين قوانين احوال شخصيه مجتمع جديدة. تطور واختلف محتاجين قانون يحمي النساء بكافة أشكال العنف زواج القاصرات التعدد إلى آخره كل أنواع العنف يحمي النساء وإحنا هو بس مش جديد يعني إحنا جنبنا دولة اسمها تونس دولة مسلمة عربية زي حالتنا هذه الدولة ببساطة رئيس الجمهورية السنة اللي فاتت يا أستاذ أحمد عمل مبادرة النبي يا أستاذ أحمد والنبي المبادرة دي إن هو عاوز نقول له القانون اللي هو بيقول يحمي النساء دي امي ومراتي وبنتي وبعدين هتحميها من مين؟ احميها من الراجل اللي بيعنفها هذا كلام معلش بس كلام بس انا لا 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 امك ولا مراتك ولا اختك انا انسانه كامله الاهليه ليه؟ العلاقات الاسريه دي العلاقه الاسريه
اللي هي انا هنحافظ على بيتي وعلى مراتي. لحظه بيضرب مراته. كملني يا فندم كملني يا فندم الله يخليك. اصل العلاقه الاسريه دي مش محتاجه عليها. مش محتاجه ان انت تقول لي المحافظه على ده فطره الفطره اللي احنا اتفقنا عليها على سيادتك. لا 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 حضرتك بتقلي تجربتك الشخصيه في العلاقه الزوجيه والاسريه ولا بننقل تجربه مجتمع؟ احنا بننقل تجربه مجتمع. تجربه المجتمع ده في الحقيقه فيها عنف ضد النساء، فيها استغلال ليهم، فيها قوانين قديمة بتساعد على ده، فيها قوانين بيقول لها انا مش هطلقك واسيبك زي البيت الوقت ده. في كلام مهني فيها طيب. فيها كل ده هي كل ده يا فندم. كل المجتمعات فيها على فكره علاج سريع. طيب ما هنيجي لو شفت يا استاذ وليد عشان عايز تعلق بسرعه. بعد اذن حضرتك اتفضل. لو سمحت لي وانا ما قطعتش حد خالص. طيب اتفضل حضرتك. انا طالب دقيقتين عشان نجيب المشكله باسلوب علمي زي اللي انا عشت فيه بره حضرتك. ببساطه جدا عندنا ظاهره مجتمعيه خطيره. في بدايه الحلقه قلت لحضرتك ارقام 155,000 550 لمليون. حضرتك الكلام الهيصه اللي بوظوا بيه الاسره المصريه حقوق المراه والكلام ده، خش يشوف الرجال في مناصب سياديه وزوجته تبقى قاعده على العفش في البيت بدون ذكر اسماء. حصلت حاله رحت للمحامي العام في الجيزه قلت له الست هانم دكتوره الجامعه اللي بتقول القايمه اتبددت، من فضلك ابعت معايا امين شرطه ستيفا والاسم. الهانم قاعد على منقولات الزوجيه والراجل خد 3 سنين. فحضرتك هو اللي بوظ المجتمع. ايوه ضيعنا دور الاب اللي بيشتغل عشان يرضي مراته الصبح ودوره بالليل. بيرجع الام للاسف. انا مش كنا ضد الام ومع الاب، انا اساوي وعند ولادي. حضرتك الكلام ده اللي بوظ المجتمع المصري. حكايه حقوق المراه والمصري قطع بوظ المجتمع المصري ده. انت شايف الست في دكتوره الجامعه؟ انت لا شايف الست اللي عايشه في عيش ولا شايف الست ولا شايف الست اللي في المحكمه ولا شايف الست اللي ما كملتش تعليمها ولا شايف الست اللي بتدرس ولا شايف الست اللي بتاكل من الزباله. ينفع ارفع على جهه سياديه؟ هو ده النموذج اللي انت شايفه بيضيع الكلام ده وبوظ الاسره؟ لا اسمعني وانا كل كلامك بتعجبني. لا ثواني بقى حضرتك محامي. استاذ مجدي حضرتك محامي، في كام حاله ام بقى عندها قايمه مبدده فعلا وعايشه في الشارع؟ في كام ام مش لاقيه نفقه ومش عارفه تنفذ لا متجمد نفقه؟ في كام ام ابوها دفع دم قلبه في قايمه عفشها والجوز اتجوز عليها وسابها في الشارع؟ نهدى بقى يا جماعه شويه لو سمحت. لو سمحت اتفضل. انت بتديني حاله. انا دلوقتي بودي الموضوع. انا طيب شايف هنا ليه تجريم الزواج العرفي هيقفل لي كام باب؟ ايه الابواب التي سيغلقها؟ عدة ابواب. ما هي مشاكل النساء، قضايا النساء، الزوجات اللي ممكن تتحبس ان اللي كتب معاه الورق العرفي يبتزها. انا بحمي المراه، يبتزها بالورقه دي هيبلغ فيها النيابه. المراه بتتعرض في الابتزاز. انا مش ضد المراه ولا ضد الرجل، الرجل حقه راحت شويه في البلد دي. في حاجه تانية حضرتك، ما انت اول ما اقول كده هتبقى ما هو زي ما يعني بيعبر. في امراه ما بيتجوزش ليه يا استاذ وائل؟ الشاب ما بيتجوزش ليه؟ في شباب وعلى الهوا يكلموك. طيب ما يسوق الحال. شاف اخوه اتحبس في قايمه، شاف اخوه اتجاب في دعوه حبس. حضرتك خليني اقول لك، وفي المقابل ايضا في رجال يعني وائل انا عايز اسال سؤال. طبعا في لا بيرفع النفقه مش كافه ميزان عدل. انا مش كافه. بس انا عارف ان ده اصل انا لو اتكلمنا بمنطق احنا وهم ده ليس مقبول. لا انا عايز اقول لك انا مش كافه ميزان عدل ما بين ظلم الرجل وظلم المراه في المجتمع. يا وائل ما هي عشان بس عندي دقيقه قبل الفاصل. دقيقه قبل الفاصل بعد اذنك. بعد اذنك الاستاذ بيقول انه تجريم الزواج العرفي هيقفل باب قضايا اثبات النسب. طب حضرتك ما تعرفش ان الزوج والزوجه المتجوزين شرعي لو اختلفوا والزوجه حامل وهو قرر ما يروحش يسجل الطفل وينكر نسبه، مش هتعرف تسجل ابنها ولا هتاخده؟ لا ما تقدرش. ما فيش حد يقدر يسجل الطفل غير يا ابوه يا جده لابوه. الولد الفراش بيقرر. لا 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 حضرتك انزل. حضرتك محامي ولا ما بتنزلش محاكم ولا ايه؟ لا لا مشهور واتثبت النسب. طيب لا بعد كام سنة محاكم؟ بعد كام سنة محاكم؟ بعد الطفل لما ما بيعرفش ياخد تطعيم ولا تحصين تطعيمات ولا تحصينات بعد ما تكون لفت على المحاكم. لا 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 استاذ وائل في حالات الزوج كلنا بنتكلم. عايز تقول ايه بسرعة؟ التجريم ليس حل
ده تعديل القوانين المطروحه. البرلمان عنده مجموعه مهام الزمها بيها الدستور. عايزين قانون لمفاوضيه التمييز ضد النساء، عايزين قانون العنف، عايزين قانون الاحوال الشخصيه. هو ده اللي المفروض البرلمانيين يعني يشتغلوا يعني. بدلا من ان تكونوا مهمومين بدل ما يحبسوا الناس بس كمان الزواج العرفي قضيه مش عايز حلها بقانون الاحوال الشخصيه وفي قوانين مدنيه لعقود الزواج. تجريم الزواج العرفي يحافظ على الاسره. ايوه دكتوره بسرعه، تطوير القوانين هو اللي مش هيحافظ على الاسره المصريه طبعا. هل تجريم الختان حافظ على تشويه الاعضاء التماثيليه للاسره؟ اذا هنقعد كل واحد يعني لو كل واحد اتكلم يعني هنسمع ازاي؟ حوار مجتمعي عشان نقدر نفهم اللي لينا واللي علينا. احنا مش متخيل هل التجريم وسلب الحريات. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاك. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من المناقشة. لماذا تحمس بعض أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي؟ الدكتورة أمنة نصير أكثر المتحمسين، كانت معايا في بداية الحلقة وقالت أن التوعية والنصح والتحذير يعني لم تعد تجدي، وأن الحل هو في العقوبة القانونية التي قد تصل إلى الحبس. دكتورة صفنازو، احنا بنتكلم كده بس بشكل يعني مجتمعي بنبلور فيه كل اللي قلناه يعني. طيب لو في مخاطر جامة متعلقة بالزواج العرفي، لكن في ناس تانية هتقول في مكاسب تتحقق من ذلك، في ناس ظروفها الاجتماعية لا ينطبق عليها إلا زي يحل مشاكل اجتماعية كثيرة يعني. في ناس الأعباء المعاشية قد تدفعهم إلى زي الست اللي هي عشان تحافظ على معاشها، فتضطر إذا تزوجت بعد وفاة الزوج تتجوز زواجا عرفيا يعني. ولا شايفة أن دي مش مكاسب؟ أستاذ وائل، إحنا زي الأستاذ ما كان بيتكلم أن لما يكون عندنا مشكلة لازم نبتدي نعمل حوار مجتمعي، وبعد كده مركز أبحاث يبتدي يعمل إحصائيات على الأعداد بتاع الجواز العرفي والجواز القاصرات والطلاق ونسب الطلاق، والكلام ده مهم جدا في الألفية اللي احنا داخلين فيها 2030. احنا لازم نتغير ازاي؟ احنا دلوقتي كمؤسسة بقالنا 5 سنوات بنتكلم في حل مشكلة الطلاق اللي بتزيد كل شوية. وصلنا لإيه؟ هنعمل مبادرة عبارة عن مش دبلوم، مش هنقول رخصة زواج ولا برنامج زواج، احنا هننزل في كل أماكن القاهرة ومصر والمحافظات ان احنا هنعرف الناس المقبلين على الزواج، المخطوبين وعندهم مشاكل، المتجوزين وعندهم مشاكل، اللي اتجوزوا واتطلقوا وعندهم مشاكل، كل ده لازم انا اعرفه قبل ما افكر في الجواز عشان يبقى عندي الفكرة المفهومة. لا، ناس كتير تقول لك انه الوعي الناس ما بقاش تفهم او مش عايزه تعملها. لا، انا هعمل ورش، هجيب الزوج والزوجه اللي عندهم مشاكل، هجيب الخطيب والخطيبه. العمليات دي معموله في كل بلاد العالم، منها ماليزيا كانت اكتر مننا في نسب الطلاق. ايوه، بس انت في قضيه التجريم، عشان ما هو كل ده احنا بنقوله من زمان. ما هو التجريم ده بقى انا بقول انه لو انا نتجوز جواز عادي زي ما احنا بنتكلم اللي احنا بنقول، بس اسجله عشان زي ما كنت بتكلم معاهم احمي حق الرجل وحق المراه. خلينا ناخد دكتوره نهى وبعدها استاذه شاهي. دكتوره نهى اتفضلي يا فندم. اهلا بيك، اتفضلي. يعني انا يعني المستمعين ولكن قبل كده دخلت مع حضرتك ان كل حضرتك مستضيفهم كلهم بيتكلموا في وقت واحد. دي نمرة 2 استاذ وائل. الاستاذه اللي قاعده عندك اللي هي بتقول على حقوق الانسان، يعني حضرتك احنا بصراحه يعني مجتمعنا المصري احنا زهقنا من حقوق الانسان، لان حضرتك اول حاجه بتقول لك ان
الولد والمولد يشتكي الاب ويشتكي الام. من امتى احنا في المجتمع المصري البنت او الولد احنا بنربيهم على ان هم لو احنا عايزين مثلا نربيهم هم الولد او البنت ممكن يشتكوا الام او الاب؟ من امتى؟ ثم هي مش عايشه في مصر ما تعرفش الكرة والصعيد فيها ايه؟ ومن باب اولى بدل ما هي عماله بتتكلم كده ايه الحلول اللي خلتها علشان تقول ان احنا انجزنا حاجه من حلول الانسان؟ هي لو بتتكلم على حلول احنا بقالنا 30 سنه احنا مجموعه من الاطباء بنحل المشاكل دي وبناخد من الاسر اللي هي مش قادره تعلم الاولاد دول هم بيروحوا يتجوزوهم فبنقول علشان هم ما يقدروش يصرفوا عليهم قلنا بناخدهم عشان نعلمهم وبالتالي التعليم ثم التعليم ثم التعليم طبعا. وبعدين محو الاميه هي فين؟ هي من محو الاميه بعدين جاي تتكلم على حقوق انسان. حقوق انسان ايه اللي بتتكلم عليه؟ هي والاستاذ اللي معاها واللي معاها واللي معاها. هي لو نزلت وعاشت في وسط القرى دي وفي وسط الصعيد والاماكن دي وشافت الناس دي يعني علمناهم ايه حقوقهم وواجباتهم ها ما كانش يبقى المجتمع بتاعنا وصل بالطريقه دي. طيب استاذ جنيت يعني بتقول لك يعني وكأنكم باسم حقوق الإنسان تهدمون الأسرة يعني تحرضون الابن على الأب والأم وده ما حصلش ما قلناش ده وهي بتقولنا كلام ما تقالش يعني احنا بنقول نتعامل بشكل إنساني أولادكم ما ينفعش تستعملوا معاهم العنف لأن اللي بيمارس عليه العنف بيطلع يوجه العنف ضد المجتمع. احنا اكتر ناس بنلف قرى مصر ومراكزها ومحافظاتها واحنا عايشين في اماكن شعبيه مش عشان لابسين بدل وكرافطات خالص. هي ممكن اللي تكون عايشه في برج عاجي في انا عايزه طيب اتفضل مساء الادب. اول حاجه معايا دكتور انور. اول حاجه دكتور انا اساسا فلاحه اتولدت في قريه في كفر الشيخ. كل اللي حضرتك بتقولي ان انا ما شفتوش وما نزلتوش انا النهارده نص عمري لفيت في مصر من الكرة والنجوع في الصعيد للكرة والنجوع في وجه بحري بتكلم على الختان وعلى التحرش وعلى التعليم وعلى مناهضة العنف والتعذيب وعلى كل القضايا اللي حضرتك بتتكلمي ان انا ما اتكلمتش فيها اصلا. قلتي كلام على لساني انا ما قلتوش ومع ذلك انا حابه اقول لك لا انزلي انت وشوفي الشارع فيه ايه وشوفي العنف اللي بتوجهيه ضد اولادك لانك رافضه انه الطفل ما يتوجهش ضده عنف لانه ابوه وامه ملكيه يعني الطفل ده مش ملكيه خاصه لحضرتك علشان حضرتك توجهي طيب ضده عنف. دكتورة نوى تعليق بسرعه قبل ما اخد بدني او جسدي او نفسي. دكتورة نوى اتفضلي. عادات مصريه تقولي لي اصل ده مش ملكيه خاصه للام والاب. انتوا بتعلموا ايه ولاد ده تاني او يعني إيه؟ يا فندم مش ملكيه خاصه للام والاب. والله حرام عليك يا استاذ وائل انك تستضيف المجاميع دي كل يوم والتاني قاعده جميع حاجات خبيثة. لا هو ما جبناش من على قهوه البقره ساعتك. لازم نسمع يا مدام انت حضرتك دكتوره يعني لازم نحترم وجهات نظر بعض حتى لو اختلفنا معاه. انا بشكر حضرتك. هاتوا يا جماعه ناس من شغلك يا استاذ شاهد عشان يرضوا الدكتور. بس حاجه استاذ شاهد اتفضل. طب اتخلص المختصر. مساء الخير. مساء الخير اتفضل يا فندم. بصي حضرتك اولا احنا هم اتكلموا في كذا حاجه بس في نقطه مهمه كمان من ضمن الحاجات موضوع الجواز العرفي. في قانون بيحرم على الست لما تيجي تنفصل وبعد كده تتجوز تاني الاب بياخد الاولاد اول ما هي بتتجوز. اوكي دي نقطه مش يحلوها الاول في القانون الاحوال الشخصيه وبعد كده نبقى نفكر في موضوع الجواز العرفي. عارف حضرتك انا من اول الحلقه بسمعكم في حاجه لفتت نظري ان كل ما حد بيفتح موضوع الجواز العرفي انتوا مش بتتناقشوا فيه، انتوا بتتناقشوا في حاجات تانية خالص، يعني ده أكبر دليل إن الموضوع مش جواز عرفي، الموضوع فيه مشاكل كتيرة جدا يحطوا لها قوانين ويظبطوا لها بس احنا الحياة قانونا. يا مدام شايف موضوع تاني لأنه زواج القاصرات مترتب عليه قضايا أكتر. زواج القاصرات مثلا معظمه زواج عرفي لأن تحت السن لا يتم اثبات
الزواج من أجل الحفاظ على المعاش أو الحصول على مكاسب مادية إضافية. الزواج العرفي ده كمان يعني موجود بشكل كبير في المجتمع. هي طرحت قضية مهمة جدا يا أستاذ وائل، وهو الحفاظ على حضانة الأبناء، الحفاظ على حضانة الأم. لو يعني بيتوقف حياتها وقف كامل لمجرد اختيارها الفاشل لمرة ووصولها لمرحلة الطلاق. الزواج العرفي هنا ماله؟ بتتحرم من حضانة أبنائها. بتتحرم من حضانة لو اتجوزت رسمي بعقد موثق بتتحرم من حضانة أبنائها. حلولي يا جماعة قضايا كتير جدا متعلقة بقوانين الأحوال الشخصية زي الحفاظ على المعاش والحفاظ على حضانة الأبناء و و و مليون حاجة. أول طب متعلقة هنا بتؤدي مدام شايمة هنا ممكن بعض الزوجات فعلا تقول علشان احافظ على وجود اولادي معايا، عشان كده احنا بنتكلم في قضايا تانية، فبتضطر انها تتزوج عرفي. يعني هو ايضا باب يعني لحل بعض المشاكل وفقا لاعتقاد اصحابها. يعني هي بتقول انا احل المشكله كده في مصر، حلل لي اساسا او حلل للناس معظم الستات ان هو في حاجات معينه تعرف تعيش بيها بامان. اوكي، مش هتلجا للحاجات دي. ان انا الابن ادلوا لي قوانين الاحوال الشخصيه عشان الجواز العرفي، عشان تجرموه. دي القوانين الاحوال الشخصيه. انت نبهتينا طبعا ان في زواج عرفي تاني بتقوم بتعمله الزوجه علشان تحافظ على اولادها. عدل لي حضانه الابناء يا فندم. مش من حقها ليه؟ استاذ فاضل لحظه بس، انا عاوز اقول. طب انا افهمه بس هنا بس. حضرتك طبقا للشريعه بس هي بتعمله واقعيا. ما انا هقول لحضرتك طبقا للشريعه الاسلاميه لما الزوجة تتزوج تروح الحضانة اللي بعدها اللي هو ملهاش علاقة بالشريعة. لا انا ما اعتقدش يا استاذ، لا ما اعتقدش الحضانات بالامهات يا استاذ وائل بيقطعونا، مش هينفع. والنساء 13 درجة ما فهمش الزوج يا استاذ. لا استاذ وائل مش هينفع الا في درجة متأخرة. ما بلاش نظلم الشريعة في هذه المسألة. لا مش هينفع كده، ده تفسيرك انت. بلاش نعمل سماعة يا استاذ وائل. معلش سأصلحوا الإنسان والكلام ده مربوط أيوة. عليه بالثقافة الشرقية. حقوق الإنسان حاجة عيب. حضرتك بيتكلموا على حقوق الإنسان في أمريكا. هنا الأب أنا مالي ومال أمريكا، أنا عايش في أمريكا. سيبك سيبك أنا مدلعة مدلعة عندها دي يا سيدي. أنا مالي ومال أمريكا. حضرتك أمريكا فيها شعب يدافع عنها. يا سيدي لو سمحت لو سمحت لو سمحت. بنتكلم بمنطق وبحجه. مفيش اي منطق في اللي انت بتقوله. انا مالي ولا امريكا؟ من اسلوب التحكم والتربيه وفيها مؤسسات تدافع عن حضرتك. ما تقاطعنيش حضرتك بتقول. لا ما تقاطعنيش. انا برد على ضعف الحجه. انا ما بقاطعكش ولا ضعف حجه. كده مش هينفع. لا استاذ مجدي لو سمحت مش هينفع. مش هينفع كده. هي ضعف حجه ولا قوه حجه؟ في اتهامات موجهه بلا اي سبب. انا ماليش علاقه. انا وانا قاعد في المكان ده لا لي علاقه بامريكا ولا انجلترا ولا زئير. انا لي علاقه بمجتمعي اللي هو المجتمع المصري. بقول لك انت تاتونا بافكار مستورده ولا لحظه واحده بقى. انا عندي سؤال يا استاذ. طب اكمل بس اكمل. هل ينفع يا استاذ وائل؟ اتفضلي اتفضلي. هي مصر موقعه على الاتفاقيات اللي الاستاذ رافضها ولا لا؟ ولا انا بتهيأ لي 97 من مؤتمر المرأة. اكمل لو سمحت. ايوه مصر موقعه ولا انا عندي تهيؤات يا جماعه؟ بس لم يبقى لنا كل واحد تعليق اخير. اتفضل اتفضل. محدش قاطع حد. ثقافة الغرب تختلف عن ثقافة الشرق تماما. حضرتك الطفل في اوروبا وامريكا 14 سنة ابوه بيفتح الباب يخلص هاي سكول يمين في الشارع. احنا الاب المصري هنا بيصرف على ابنه لغاية ما يبقى عنده 50 سنة. يبقى ده هنا فرق في الثقافة. اما بقى ليه جرم في الجواز العرفي؟ عشان نرجع لموضوع الحلقة. بسرعة. حضرتك اقول لك واقعتين. لما كانت عمل في 2008 قانون المرور. لما تمشي عكس السير تقعد 4 ايام في القسم وبعدين تعرض على النيابه. نزلت الشارع استغربت ما حدش مشي عكس السير لان عارفين في عقوبه. حضرتك تجريم الاتجار بالنقد الاجنبي قبل ما يتعدل القانون السنه اللي فاتت 2017. طيب كنت بتلاقي التراب بتاع في كل حته. طب يعني شايف التجريم هو الحل؟ التجريم الحل من التجربه. طيب استاذ اشرف عادل المحامي بسرعه قبل ما اخد تعليقات اخيره من ضيوفي. استاذ اشرف اتفضل. هل التجريم هو الحل؟ وائل بيه اولا انا اشكر حضرتك على هذا النقاش الجميل. الله يخليك اتفضل. ثانيا انا ضد تجريم الزواج العرفي. الحل يا جماعه مش سياسه العقابيه، الحل في منع المشكله قبل العقاب عليها. تعال نقول الجماعه اللي بيتكلموا عند حضرتك دول وبيطالبوا بمنع الزواج العرفي تقريبا ما دخلوش اقسام ولا نيابات ولا محاكم. بقى احنا مش راحين على المجرمين، هندخل تاني بقى بدل مكتب مباحث النشر
يبقى مكتب مباحث مباحث الزواج العرفي. تيجي تاني مشكلة في التطبيق يا فندم، لما يجي حد يقابل اتنين مقبوض يعني يقبض عليهم عشان متجوزين عرفي علشان يهربوا من العقوبة، يقول له أنا ماشي يسرقوا معاش مش حقهم يا فندم. لا يقول له إيه؟ يسرقوا معاش مش حقهم بس، يقول له إيه عشان يتفادى العقوبة؟ وزوجة تدخل على بنات 16 سنة؟ أنا مش راجل كبير في السن، معلش حضراتكم يبدو إن أنتوا بعيدا عن أروقة الإسلام والنيابات والمحاكم، حضراتكم مش ده الحل. الحل في المنع، والحل الثقافي واجتماعي وتعليمي، هذا هو الحل يا فندم، مش طيب. الحل في العقاب بس. حلو قوي شعبه الزواج العرفي بالشرطه دي بوليس الزواج العرفي، بشكرك ده جنب بوليس الاداب. هاخد تعليقك الاخير. احنا ما بنلعبش ملك وكتابه ان احنا مؤيدين او رافضين للزواج العرفي. احنا بنقول ببساطه تجريم الزواج العرفي عشان ندفن راسنا في الرمل انه عندنا قوانين معيبه داخل المنظومه القانونيه، فنعالج هذا العيب ان احنا ما نعالجوش اصلا ونروح نجرب حاجه تانية. طيب. في الحقيقه لن يحل الامر. احنا عندنا قوانين شديده الوضوح خاصه بالتامينات محتاجه تتعدل، قانون الاحوال الشخصيه محتاج يتعدل، زي ما قال الاستاذ احمد محتاجين قانون له علاقه بالعنف داخل المجتمع فيها العنف الاسري ضد النساء، قانون تنظيم عمل المأذونين. كل القوانين دي في الحقيقه لما نعدل العيب اللي فيه، اللي احنا ما بنلميش بلا يعني على المجتمع، العيب اللي فيه ده هو نتاج ما يحدث الان. طيب استاذ عصام تعليقك الاخير. تعليقي الاخير، العيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. احنا عندنا يا استاذ وائل ازمه ضمير واخلاق عندنا كلنا على فكره، وكلنا بنحب نعمل الغلط. انا عاوز نعمل الغلط مش عاوزك انت تعمله، عاوز نمشي في الممنوع ونقول لك انت ارجع عشان انت ده كده غلط. دي مشكلتنا احنا كشعب مصر. اللي بقول لك شعبه الزواج العرفي هيبقى في بوليس الزواج. انا النهارده شعبه الزواج العرفي، مشكله الزواج العرفي النهارده اللي انا شايفه طالب وطالبه في الجامعه صح غرر بيها بوقت أيوة أيوة. بالحب بمش عارف ايه. انت عايز تقول ما تتحكموش يا جماعه انه النهارده يا استاذ كمان يعني انا كشاب لما الشاب يعرف ان هو استاذه باقامه الدكتور امنه نصير مش هتتقدم ولا تحمس لدايه. وعلى فكره يا استاذ على فكره بس السؤال عشان واضح الرؤيه، ده مجرد مشروع قانون من الاستاذه امنه نصير وليه اجراءات في المجلس وهياخد نقاش ويبقى حوار مجتمعي. احنا ما عندناش مشكله. 10 ثواني تعليق الاخير، انه لو كان العقوبات السالبه للحريات والتجريم فادوا في التحرش او فادوا في الختان كان ممكن يفيدونا في قضيه زي دي. ارجو ان تتعدل القوانين، مش هروح احبس ام عايزه تحافظ على حضانه ولادها او على معاش ولادها لمجرد انه عايزين نعمل شو اعلامي وانه البرلمان بيعمل حاجات لطيفه. يا جماعه وليد انت هنا انت ذكوري قوي ليك كده، مش ذكوري جدا وقانون بعبر عن ايه حضرتك لو سمحت لي بس يا استاذ وائل في اخر الحلقه. انا معلش الزميل بسرعه عشان انت قدامك 10 ثواني اقل انتهوا ال 10 ثواني. لا استاذ وائل، انا استاذ وائل اتفضل. حضرتك الشريعه الاسلاميه بتقول لو الزوجه تزوجت وعندها بنات ما يجوز اجنبي يخش على اولادها، هنخترع شرع ربنا؟ شرع ربنا شرع ربنا قال وربائكم الذي تخرجوا في المعاش. خد بقى القنبله دي والازهر يرد علينا النبي الزوج يا استاذ احمد نساء الزوج المسؤول دي احنا اتعلمنا وحضرتك من منصور الزوج المسؤول عن توفير السكن والشرع ينفق على زوجاته. هنخترع ما هو القانون كده والشريعه عشان ابقى واقعي وابقى عملي لاقصى درجه. احنا عندنا مشاكل اجتماعيه محتاجه ثوره اجتماعيه، الثوره الاجتماعيه مش هتحصل الا باراده سياسيه، الاراده السياسيه مش هتحصل الا اذا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادره زي محمد علي لما بنى مصر الحديثه، زي جمال عبد الناصر، زي الخديوي اسماعيل، زي بورقيبه في تونس، زي السبسي دلوقتي في تونس، انه يغير قوانين الاحوال الشخصيه، يعمل قوانين تحمي النساء من العنف. ده اللي هيبني البني ادم وده اللي هيعمل تغيير حقيقي في مصر. التغيير الحقيقي ما بيكونش بالمباني، بيكون ببناء البناء. طيب. احنا لازم نبتدي نعالج الاسباب اللي ادت لكل المشكلات او التشوهات، خلينا نقول التشوهات المجتمعيه والثقافيه.
احنا ما عندناش علاج لحل مشاكلنا للاسف. صح. احنا بنرصدها فقط وبنقعد نتفرج عليها. طيب. فده ما ينفعش. لازم يا جماعه هنا بسرعه كده نقعد نسال نفسنا ايه اللي بيدفع زوجه انها تقول لجوزها تعالى نطلع ونتجوز عرفي علشان المكاسب الماديه. يبقى نعدل لها القانون انها تحتفظ بمعاشها. أيوة. نفكر بقى في ده، ايه اللي يخلي زوجه علشان تحافظ على معاش زوجها المتوفي لما تيجي تتجوز تتجوز سرا عرفي. طب ايه اللي يخلي زواج القاصرات يعتمد في مجمله على الزواج العرفي؟ طب ما تيجوا نعالج القضيه الام بدلا من هذا العنوان يعني اللي هو الزواج العرفي كمان. ايه اللي بيخلي ولد وبنت في اسراف في مطالب الزواج وفي شروط الزواج؟ طب تعالي نتجوز عرفي لان احنا لو سيبنا نفسنا للعائلات هنضيع ويعملوا كده. طب تعالوا نعالج المشاكل الأساسية والمشاكل الأم تحت هذا العنوان. يعني ربما يكون هذه القضية فتحت الكثير من الموضوعات. غدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.